Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Al-yawm nabda' fi al-qutb al-rabi' min aqtab kitab al-iqtisad fi al-i'tiqad wa huwa al-qutb al-akhir min al-kitab. Wa fihi arba'atu abwab. Nabda' fi al-bab al-awwal fi ithbat nubuwwati nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah: وإنما نفتقر إلى إثبات نبوته على الخصوص مع ثلاث فرق. على الخصوص، يعني هو تكلم في ما سبق في إثبات النبوة بوجه عام، يعني من غير تعيين النبي، هل الله تعالى يبعث أنبياء أو لا يبعث؟ ذكر أنه يجوز ذلك بحسب العقل، وأنه قد ثبت ذلك بحسب الأخبار، بحسب الشرع. الآن واحد يقول الرسالة جائزة أصلا، الله تعالى يرسل رسول جائز، لكن ما الدليل على أن هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو إثبات نبوته على الخصوص. يقول نفتقر إلى إثبات نبوته على الخصوص مع ثلاث فرق. الفرقة الأولى العيسوية، الثانية اليهود، الثالثة النصارى. الفرقة الأولى العيسوية، هؤلاء يعني فرقة من اليهود، حيث ذهبوا إلى أنه رسول إلى العرب فقط لا إلى غيرهم، وهذا ظاهر البطلان، فإنهم اعترفوا بكونه رسولا حقا، ومعلوم أن الرسول لا يكذب، وقد ادعى هو أنه رسول مبعوث إلى الثقلين، وبعث رسله إلى كسرى وقيصر وسائر ملوك العجم، وتواتر ذلك منه من النبي صلى الله عليه وسلم، فما قالوه محال متناقض. يعني إذا أثبتوا أنه نبي إلى العرب، إذن هو نبي بوجه ما، فالنبي صادق، وهو أخبر أنه نبي إلى العرب وإلى غيرهم، فإما أن يكون صادقا في كل ما يقول أو أن يكون كاذبا، حاشاه أن يكون فإن كان كاذبا في شيء مما يقول فقد سقطت نبوته بالكلية، فلا يمكن يكون نبي إلى العرب فقط وهو يخبر أنه إلى غير العرب، هذا متناقض كما قال، محال متناقض لا يمكن. الفرقة الثانية اليهود، فإنهم أنكروا صدقه لا بخصوص نظر فيه وفي معجزاته، بل زعموا أنه لا نبي بعد موسى عليه السلام، فأنكروا نبوة عيسى عليه السلام، فينبغي أن نثبت عليهم نبوة عيسى عليه السلام، لأنه ربما يقصر فهمهم عن درك إعجاز القرآن، ولا يقصرون عن درك إعجاز أحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. يقول اليهود أنكروا نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا على الخصوص، يعني ليس لأنه محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم أنكروا النبوة بعد موسى عليه السلام. نعم، موسى عليه السلام خاتم الأنبياء عندهم. نعم، إذن هم أنكروا كل نبي بعد موسى عليه السلام، وهم عيسى أولا ثم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى نكون دقيقين، اليهود أنكروا كل رسول بعد موسى عليه السلام، أما أن يأتي أنبياء بعد موسى يؤكدون دعوة موسى لا ينسخونها، فهذا لم ينكروا. نعم، اليهود تؤمن بأنبياء بني إسرائيل الذين أكدوا شريعة موسى، يعني صدقوا التوراة، لكن أن يأتي رسول ينسخ ما في التوراة، سيدنا عيسى قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، سيدنا محمد ومهيمنا عليه ناسخ للكتب، فهذا الذي أنكرته اليهود. نعم، فيقول نبدأ معهم بإثبات نبوة سيدنا عيسى أسهل، لأن الكلام في سيدنا محمد إعجاز القرآن معجزة معنوية تصعب، لكن معجزة سيدنا موسى عيسى حسية، فلنبدأ بها. قال إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، فيقال لهم ما الذي حملكم على الفرق بين من يستدل على صدقه بإحياء الموتى وبين من يستدل على صدقه بقلب العصا ثعبانا؟ سيدنا موسى ما دليل نبوته ورسالته؟ قلب العصا إلى ثعبان، فإذا هي حية تسعى. طيب معجزة سيدنا عيسى،
إبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى، فما الفرق بينهما؟ لماذا صدقتم أحدهما وكذبتم الآخر؟ فلا يجدون إليه سبيلا البتة، إلا أنهم ضلوا بشبهتين، إحداهما قولهم النسخ محال في نفسه، لأنه يدل على البداء والتغير، وذلك محال على الله تعالى. يعني قالوا نحن لا ننكر نبوته من جهة المعجزة، بل ننكر النسخ في النبوات، النسخ في الشرائع، لا يمكن النسخ عندهم. لماذا؟ قال أنه يلزم منه البداء والتغير. البداء يعني أن يغير الله تعالى أمره ونهيه تبعا لتغير إرادته أو علمه. يعني كان الله تعالى يعلم كذا فعلم شيئا جديدا فغير أمره لأنه تغير علمه. طبعا تغير العلم مستحيل لأنه جهل، فلذلك البداء مستحيل. نعم. أو تغير الأمر والنهي تبعا لتغير الإرادة، يعني كان الله يريد كذا لكنه الآن يريد كذا آخر. أيضا لماذا غير إرادته؟ لأنه رأى أن المصلحة في غيره مثلا، إذن هو تغير علم. يعني هم يقولون البداء ثلاثة أنواع: بداء في العلم، تغير العلم، بداء في الإرادة، تغير في الإرادة، بداء في الأمر والنهي، تغير في الأمر والنهي. لكن حقيقة كلها ترجع إلى البداء في العلم. أنه لماذا هو غير إرادته؟ لأنه تغير علمه. لماذا غير أمره ونهيه؟ لأنه تغير علمه. البداء مأخوذ من كلمة بدا له، يعني لماذا فعل الله كذا؟ قالوا بدا له، يعني ظهر له كذا وكذا، بدا يبدو، من هنا جاءت الكلمة. طبعا سيأتي الجواب. نحن نقول إن الله تعالى ينسخ أوامره ونواهيه، لكن لا لتغير في علمه، لا لبداء في علمه وإرادته، بل لمصلحة عباده، وهي مصلحة لم تكن تخفى عنه، ولكن لم ينزلها من بداية الأمر لأنها لم تكن، فلما كانت أنزل الحكم الجديد. الثانية: لقنهم بعض الملحدة أن يقولوا قد قال موسى عليه السلام عليكم بديني ما دامت السماوات والأرض، وكأنه قال إني خاتم الأنبياء. طبعا يقول هذا لقنه بعض الملحدة لليهود، يعني هو يقول هذا لا يصح عن سيدنا موسى أبدا. طيب، أما الشبهة الأولى فبطلانها بفهم النسخ، وهو عبارة عن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت المشروط استمراره بعدم لحوق خطاب يرفعه. قال ما هو النسخ؟ قال هو خطاب من الله تعالى يدل على ارتفاع حكم سابق، هذا الحكم السابق ثابت، يعني قد أثبته الله لنا تعلق بنا، لكن والأصل فيه الاستمرار، الحكم السابق الأصل فيه الاستمرار، إلا أن استمراره مشروط بشرط، وهو عدم لحوق خطاب يرفعه. يعني ما دام لم يأتي خطاب يرفع هذا الحكم فما دام مستمرا، فإن جاء خطاب يرفعه ارتفع وجاء الحكم الجديد. نعم. طبعا المقصود يرفعه ليس يرفع الحكم نفسه، وإنما يرفع تعلقه بنا، لأن الحكم أزلي، حكم الله، هو يرجع إلى الكلام النفسي، حكم الله أزلي، والحكم الأزلي لا يمكن نسخه، لا يمكن رفعه. نعم. القديم لا يزول، نعم، وإنما يرتفع تعلقه بنا. إذن خطاب الله موجود ثابت. يعني الآن لو قلنا أن الله خاطب المسلمين بالصلاة إلى بيت المقدس ثم رفع هذا الحكم، هو رفع تعلقه بنا، حكم الله ما زال موجودا، لكن هل نحن الآن مخاطبون به؟ لا، لسنا مخاطبين، كنا خوطبنا به في مدة ثم ارتفع هذا التعلق، فالحكم ما زال حكم الله، ما زال حكما لله تعالى، لكن لم يتعلق بنا الآن. قال وليس من المحال أن يقول السيد لعبده قم مطلقا، ولا يبين له مدة القيام،
وهو يعلم أن القيام مقتضى منه إلى وقت بقاء مصلحته في القيام. يعني مصلحة من؟ مصلحته العبد. ويعلم مدة مصلحته ولكن لا يبينها له، ويفهم العبد أنه مأمور بالقيام مطلقا وأن الواجب الاستمرار عليه أبدا إلا أن يخاطبه السيد بالقعود، فإذا خاطبه بالقعود قعد، ولم يتوهم بالسيد أنه بدا له أو ظهرت له مصلحة كان لا يعرفها والآن قد عرفها، بل يجوز أن يكون قد عرف مدة مصلحة القيام وعرف أن الصلاح في ألا ينبه العبد عليها ويطلق الأمر له إطلاقا حتى يستمر على الامتثال، ثم إذا تغيرت مصلحته أمره بالقعود. يعني الآن نحن نقول لأطفالنا، لا نقول لعبد أو كذا، مثال الطفل في حياتنا أسهل، نقول له افعل كذا ولا نقيد بمدة، مع أننا نعلم أننا مثلا بعد 10 دقائق سنبطل له هذا الحكم، لكن لا نبين له أننا سنبطله إلا تفسد المصلحة. نحن مثلا نريد أن نعلمه على الصبر والاجتهاد، فإذا قلت له 10 دقائق فسد الصبر، يعني لم يحقق الأمر غايته. لكن أنا أقول له افعل وأترك الأمر مفتوحا، وأنا أعلم أنني بعد 10 دقائق سأرفع هذا الحكم لأن المصلحة تنقضي بعد 10 دقائق، أنا أعلم ذلك، انتهت مصلحته هو، فقلت له لا تفعل الآن، قم أقعد إلى آخره. فهكذا ينبغي أن يفهم اختلاف أحكام الشرائع، فإن ورود النبي ليس بناسخ لشرع من قبله بمجرد بعثته ولا في معظم الأحكام، ولكن في بعض الأحكام كتغيير قبلة وتحليل محرم وغير ذلك، وهذه المصالح تختلف بالأعصار والأحوال، فليس فيه ما يدل على التغير ولا على الاستبانة بعد الجهل ولا على التناقض. يعني إذا جاء الرسول المتأخر هل فقط بمجيئه تنسخ الشريعة السابقة؟ لا، بل الشريعة السابقة على أصلها، ويأتي هو مؤكدا لها، ثم الله تعالى ينسخ بعض الأحكام السابقة. طبعا إذا الآن نظرنا أن الأحكام العقائدية جميعا يعني كلياتها وجزئياتها لا ترفع، والأحكام الأخلاقية في غالبها نعم لا ترفع، بقي الأحكام الفقهية، والأحكام الفقهية في كثير منها، لا أقول الغالب، ولكن في كثير منها أيضا لا ترفع، يعني أمهات الأحكام الفقهية كتحريم الزنا والربا والخمر والخنزير وتحليل أو إيجاب الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا أيضا لم يرتفع من شريعة إلى شريعة، وأحكام القصاص وأحكام يعني الزواج وهكذا في غالبها هي الكلية هي نفسها، تختلف في بعض الشروط والتفاصيل. نعم، وهذا الذي القسم الذي يختلف هو الذي يتبع مصالح العباد. نعم. طيب، قال ثم هذا إنما يستمر لليهود أن لو اعتقدوا أنه لم يكن شريعة من لدن آدم عليه السلام إلى زمن موسى عليه السلام، وينكرون وجود نوح وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما وشرعهما، يعني ينكرون وجود نوح وإبراهيم وشرع نوح وإبراهيم، ولا يتميزون فيه عمن ينكر نبوة موسى وشرعه، وكل ذلك إنكار ما علم على القطع بالتواتر. يعني يقول هو بعدما رد على اليهود شبهة النسخ، يقول لهم لو سلمنا أن هذه الشبهة صحيحة فعليكم أن تنكروا كل رسالة قبل موسى أيضا، لأنه إذا يأتي رسول بعد موسى عليه السلام ينسخ شريعة موسى عليه السلام مستحيل، أيضا أن يأتي موسى لينسخ شرائع من قبله مستحيل. إذن لم يكن هناك إبراهيم ولا نوح ولا آدم ولا إدريس ولا هود ولا صالح ولا 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 حتى جاء موسى عليه السلام برسالة واحدة، لم ينسخ قبله شيئا ولم ينسخه بعده شيء، وهم لا يفعلون هذا، هم يثبتون مثلا إبراهيم. ويلاحظ أيضا يعني القيد لابد منه، ممكن واحد يقول هم يثبتون الأنبياء السابقين لكن لأمم آخرين، يعني يقولون نوح عليه السلام موجود لكن لم يبعث لنا لبني إسرائيل،
موسى الذي بعث لنا فقط. نعم، فموسى ما نسخ شريعة نوح أصلا لأنها لقوم آخرين، هود وصالح للعرب ليس لبني إسرائيل، فلم ينسخه. لكن يبقى المشكلة في إبراهيم عليه السلام، هم يدعون أن إبراهيم كان يهوديا أصلا، يعني يدعون أنهم أتباع إبراهيم. نعم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. نعم، قل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. هم يدعون أن إبراهيم كان على ملتهم، إذن لماذا يأتي موسى عليه السلام؟ نعم، فلا يمكن أن ينسخ شريعة إبراهيم عليه السلام. طبعا نزول القرآن مهيمن كما قال الله تعالى، أنه هذا الكتاب مهيمن على الكتب السابقة، يعني ناسخ لها. العمل بما فيه دون ما فيها، فلا يجوز لأحد أن يتبع شريعة من الشرائع السابقة أو نبيا من الأنبياء السابقين. يعني لا يتعبد بقراءة التوراة والإنجيل الآن فيها، يعني بعد نزول القرآن، لكن هل يقرأ لفائدة أخرى، يعني للتعلم فقط لمعرفة دين هؤلاء؟ هذا على تفصيل عند الفقهاء. يعني إن كان الإنسان ثابت الإيمان راسخ الاعتقاد فيجوز أن يقرأ، أما إن كان يخاف على اعتقاده فلا يقرأ، فيه تفصيل عند الفقهاء. نعم، لكن يعني الخلاف الفقهي في شريعة من قبلنا إذا ذكرت لنا بنصوص القرآن ليس بنصوصهم هم. يعني نحن الآن إذا اليهود أتونا بشرع لم يرد في، يعني لا نعرف صدقهم من كذبهم، لم يرد في القرآن شيء، فهل نصدقهم أو نكذبهم؟ لا نصدقهم ولا نكذبهم، وهذا لا يسمى شريعة من قبلنا الآن. متى أسمي شريعة من قبلنا؟ إذا تيقن أنه نزل في شريعتهم. كيف نتيقن أن هذا الحكم نزل عند اليهود؟ ليس من خلال التوراة أو من خلال أخبارهم، بل من خلال ما قصه القرآن ما قصه القرآن عنهم. فإذا قص القرآن أن هذا الحكم كان عند داود عليه السلام أو كان عند موسى عليه السلام، هذا الخلاف الفقهي، هل شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد ما ينسخه؟ عند الحنفي يقولون نعم هو شرع لنا، ما دام لم ينسخ هو شرع لنا. عند الشافعي لا. يعني أنبياء يؤكدون نبوة موسى ليس ينسخون، يكون تابع لموسى عليه السلام، هذا يؤمنون به، أما أن ينسخ شريعة موسى لا يقولون. نعم. طيب، يقول أما الشبهة الثانية ما كانت إلا أن سيدنا موسى هو قال أنا خاتم النبيين. نعم، فسخيفة من وجهين، أحدهما أنه لو صح ما قالوه عن موسى لما ظهرت المعجزات على يد عيسى، فإن ذلك تصديق بالضرورة، تصديق من الله لعيسى عليه السلام بالضرورة، فكيف يصدق الله عز وجل بالمعجزة من يكذب موسى وهو أيضا مصدق؟ يعني سيدنا موسى جاء يخبر عن الله أخبار، ومنها أنه هو موسى عليه السلام خاتم الأنبياء، والله صدقه بالمعجزة قال هذا صادق، ثم أرسل عيسى وصدقه بالمعجزة. نعم، فهذا لا يتصور أصلا أن يصدق الله خبرا يقول لا يوجد نبي ثم يصدق النبي الذي بعده. تصديقه للنبي الثاني يعني يوجد نبي بعد الأول، وتصديقه للنبي الأول وهو يقول لا يوجد نبي بعدي تكذيب للنبي الثاني، فكيف هو يكذب أو يصدق؟ يقول أفتنكرون معجزة عيسى وجودا، يعني هل فعلا موسى لم تظهر على يده أي معجزة، لا إبراء أكمة وأبرص ولا إحياء موتى، أو تنكرون كون إحياء الموتى دليلا على صدق المتحدي؟ يعني موسى أحيى الموتى لكن هذا ليس دليل،
فإن أنكروا شيئا منه لزمهم في شرع موسى لزوما لا يجدون عنه محيصا. يعني إن أنكروا ظهور المعجزة على يد عيسى مع تواترها، نحن ننكر ظهور المعجزة على يد موسى مع تواترها. يعني لو قالوا نحن لا نصدق أن عيسى عليه السلام ظهرت على يده معجزة، نقول لهم طيب ونحن لا نصدق أن موسى عليه السلام ظهرت على يده معجزة، فإن قالوا هذا متواتر نقول وهذا متواتر. إن قالوا لا هي ظهر إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام لكن هذا ليس دليل على صدقه، نقول لهم وقد ظهر انقلاب العصا حي على يد موسى وهذا ليس دليل على صدقه. فإن كان هنا دليل على صدقه فهو هنا دليل على صدقه. يعني هذا التواتر، لابد أن نبدأ معهم من التواتر وشروط التواتر والأخبار المتواترة، من هنا نبدأ. وهناك طبعا مذاهب فلسفية تنكر التواتر وتنكر إفادة المتواتر لليقين، ولهم مناقشات في كتب الكلام. نعم. طيب قال وإذا اعترفوا به لزمهم تكذيب من نقل إليهم عن موسى عليه السلام قوله إني خاتم الأنبياء. يعني إذا قلنا لا هذه المعجزات تدل على صدق موسى فمثلها من المعجزات يدل على صدق عيسى عليه السلام، إذن من نكذب؟ نكذب من نقل إلينا عن موسى عليه السلام، لا نكذب سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى، بل نكذب من نقل إلينا عن سيدنا موسى أنه قال إني خاتم الأنبياء، نكذب الراوي. طيب الثاني هو أن، يعني الوجه الثاني من الرد على الشبهة الثانية، هو أن هذه الشبهة إنما لقنوها بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، ولو كانت صحيحة لاحتج اليهود بها في زمانه، في زمان سيدنا محمد، وقد حملوا بالسيف على الإسلام، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم مصدقا لموسى عليه السلام وحاكما على اليهود بالتوراة في حكم الرجم وغيره، فهل عرض عليه من التوراة ذلك؟ وما الذي صرفهم عنه؟ يعني ما دام عندهم خبر عن سيدنا موسى أنه لا نبي بعدي وأنا خاتم الأنبياء، فلماذا لم يظهروا هذا الخبر في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان أسهل عليهم من أن يقاتلوه بالسيف وقد قاتلوه بالسيف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاكما في أول الإسلام، أول الهجرة، كان حاكما على اليهود بما في كتبهم، يعني كان يحكم عليهم بما في التوراة، كما في الرجم كما قال لما جاءوه برجل وامرأة قد زنيا فقال ما تجدون الحكم عندكم؟ قالوا التنكيل ونطوف به في الأسواق ويعني نفضحه بين الناس، فقال عبد الله بن سلام كذبوا يا رسول الله، فليفتحوا التوراة في موضع كذا وكذا، قال افتح، فوضع يده وصار يقرأ هذا الرجل، فقال عبد الله يا رسول الله قل له يرفع يده وليقرأ، رفع يده وقرأ فإذا فيها آية الرجم، وبالمناسبة آية الرجم في التوراة ما زالت موجودة إلى اليوم، أنا رأيتها بعيني، نعم موجودة في الإنجيل والتوراة موجود وفي عدة مواضع ليس في موضع واحد إلى اليوم، فقرأوها فحكم النبي عليهما بالرجم. الآن لا يطبقونها طبعا، نعم لا اليهود ولا النصارى، نعم هل يوجد ثقة منهم يطبقون؟ يعني عنده المتدينون جدا هؤلاء يطبقون هذه الأحكام، ولكن الرجم يعني صلاحيات دولة ليس صلاحيات أفراد. أما مثلا تحريم الخمر ما زال موجود في التوراة والإنجيل، لا يطبقونه كدول أو مجتمعات، لكن كأفراد يطبقون، المتدين يطبقه منه. نعم. الحجاب ما زال موجود في التوراة والإنجيل، كمجتمع لا يطبقون، لكن كأفراد بعض المتدينين عندهم يطبقونه، وهكذا. طيب فيقول لو كان هذا الحكم موجود إذن لماذا لم يحتجوا على النبي؟ أنت تحكم بما في التوراة، هذا في التوراة لا نبي بعدي، كان أقوى حجة لهم لو كان موجودا، لكن لم يسلكوا.
يقول ومعلوم قطعا بالتواتر أن اليهود لم يحتجوا به، لأن ذلك لو كان لكان مفحما لا جواب عنه ولا تواتر نقله، ومعلوم أنهم لم يتركوه مع القدرة عليه، ولقد كانوا يحرصون على الطعن في شرعه بكل ممكن حماية لدمائهم وأموالهم ونسائهم. فإذا ثبتت عليهم نبوة عيسى عليه السلام أثبتنا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم بما نثبتها به على النصارى. يعني الآن أبطلنا شبهة اليهود في أنه لا نبي بعد موسى، قلنا لهم لا هناك نبي وهو عيسى عليه السلام. طيب الآن ما الدليل أن سيدنا محمد أيضا نبي رسول بعد موسى عليه السلام؟ نقول الآن نناقش النصارى بدليل خاص بنبوته صلى الله عليه وسلم بعد عيسى، ويكون هو أيضا دليل على اليهود في أنه نبي صلى الله عليه وسلم ورسول بعد موسى وعيسى. قال الفرقة الثالثة النصارى، وهم مجوزون النسخ. طبعا لما يقولون سيدنا عيسى نسخ بعض شريعة موسى، ولكنهم منكرون نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من حيث إنهم ينكرون معجزته، وفي إثبات نبوته بالمعجزة طريقا. يعني الآن النصارى ينكرون نبوة ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن يقبلون أنه أتى بالمعجزات ثم ينكرون رسالته، وإلا هذا يعود عليهم بالنقض في عيسى عليه السلام، أتى بالمعجزات وليس نبي، محمد صلى الله عليه وسلم أتى بالمعجزات وليس نبي، لا يمكن. إذا هم أنكروا المعجزات من معجزات سيدنا محمد من أصلها، قال هو لم يأتي بمعجزة، هو رجل مصلح، رجل مرشد، رجل ذكي، رجل عبقري، استطاع أن يغير دين العرب لكن ليس بوحي من السماء. نعم. يعني لا، لكن لا، يعني هل النصارى الآن موجودين في العالم اليوم؟ طبعا أنت تقول كلام صحيح، أنهم يقولون ديننا أخلاق، الدين عبارة عن أخلاق، لكن هل يؤمنون بأن سيدنا موسى أتى بأحكام فقهية سيدنا عيسى؟ يؤمنون، لأنهم يؤمنون بالإنجيل والإنجيل فيه هذا، لكن ربما يرونها أحكام تاريخية، يعني انقضى وقتها، وسيدنا عيسى أتى بها ونسخ بها شريعة موسى، لكنها لا تلزمنا اليوم، لأن ركن الدين عندهم يكون الأخلاق، يعني الثابت في الدين هو الأخلاق، أما الفقه يتغير، كان مناسب لزمن عيسى فأمر به، الآن لا يلزمنا، لكن هم يؤمنون بأن عيسى عليه السلام جاء بهذه الأحكام ونسخ من اليهودية أحكام كثيرة، وإلا لو كان لا يؤمنون بهذا، الأخلاق موجودة عند اليهود فصيروا يهود إذن، لكن يقولون لا نحن نصارى. إذن هم يؤمنون بأن سيدنا عيسى يختلف عن سيدنا موسى. طيب قال وفي إثبات نبوته بالمعجزة طريقان، الأول التمسك بالقرآن، فإنا نقول لا معنى للمعجزة إلا ما يقترن بتحدي النبي عند استشهاده على صدقه على وجه يعجز الخلق عن معارضته. ما معنى المعجزة؟ نعم، الذي يعجز الناس، يعني إذا تحداهم فاعله به عجزوا عن معارضته عند التحدي، هذا هو المعجزة. لذلك نحن نعرف المعجزة مع أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يظهر على يد مدعي الرسالة تصديقا له، لكن نجد في المتكلمين مناقشات، هل يشترط في المعجزة أصلا أن تكون خارق للعادة؟ هناك بعض المتكلمين قال لا يشترط، أي فعل يدل على صدق النبي، يعني المهم أن يتحدى به الناس ويعجزون عن معارضته فيدل على صدقه هو معجزة، لكن هذا لا يكون غالبا إلا بخوارق العادات.
لأن ما ليس من خوارق العادات يعني عادة يكون هناك من يعني يعني ينقضه، أما الذي يعجز تماما هو خارق العادة. يعني ليس ركن المعجزة هو خرق العادة، بل ركنها هو الإعجاز، يعني التحدي وعدم المعارضة. عندما أتحدى لا أحد يستطيع معارضني، هذا الركن في المعجزة، وغالبا يكون هذا في خوارق العادات. لكن ركن الأساس ليس خوارق العادات. لذلك يعني نجد في شرح المواقف مثلا قالوا أي فعل يدل على صدق النبي هو معجزة إذا تحدى به ولم يستطع أحد أن يعارضه. لكن مع دعوى النبوة لا يحصل، يعني يحصل كثيرا بدون دعوى النبوة. مع دعوى النبوة لا يحصل، يعني أن يقول أنا نبي وأتحداكم بهذا الأمر حتى لو كان ليس من الخوارق، أتحداكم بهذا الأمر والناس يعجزون عن معارضتي. إما أن يكذبه الله بأن يخرج له معارضا، أو أن يكذبه الله بأن يسلب منه هذا الأمر ولو كان معتادا ليس خارقا للعادة. طيب، يقول لا معنى للمعجزة إلا ما يقترن بتحدي النبي عند استشهاده على صدقه على وجه يعجز الخلق عن معارضته، وتحديه على العرب مع شغفهم بالفصاحة وإغراقهم فيها متواتر، وعدم المعارضة معلوم إذ لو كان لظهر، فإن أرذال الشعراء لما تحدوا بشعرهم وعورضوا ظهرت المعارضات والمناقضات الجارية بينهم. يعني أولا، هل النبي تحدى العرب أو ما تحداهم؟ هذا متواتر أنه تحداهم. هل أحد منهم عارضه؟ معلوم بالتواتر أيضا ما أحد عارضه. فربما يقال ما أحد عارضه مع قدرتهم على المعارضة، نقول لا، لأنهم عارضوا أرذال الشعراء كما قال. يعني الشعراء ليس الكبار الشعراء، سفهاء الشعراء، صغار الشعراء، لما تحدوا أهل الفصاحة، أهل الفصاحة عارضوهم ونقضوا كلامهم وقالوا أخطأت في كذا، وليس من البلاغة أن تقول كذا، وليس من الفصاحة أن تقول كذا. إن كانوا عارضوا بعض الأمور وهي سفيهة صغيرة في نظرهم، فكيف لا يعارضون من سفههم ويعني عاب عقولهم ويعني حاربهم وأخذ يعني آلهات، يعني أسقط آلهتهم، وفي النهاية أخذ بلادهم منهم، يعني فتح مكة، وكيف لا يعارضونه بعد كل هذا؟ يقول فإذن لا يمكن إنكار تحديه بالقرآن، ولا يمكن إنكار اقتدار العرب على طرق الفصاحة، ولا يمكن إنكار حرصهم على دفع نبوته بكل ممكن حماية لدينهم ودمائهم وأموالهم وتخلصا من سطوة المسلمين وقهرهم، ولا يمكن إنكار عجزهم لأنهم لو قدروا لفعلوا، فإن العادة قاضية بالضرورة بأن القادر على دفع الهلاك عن نفسه يشتغل بدفعه، ولو فعلوا لظهر ذلك ونقل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تعداهم، تحداهم، لا يمكن إنكار هذا. وهل هم كانوا يحاولون إبطال هذا التحدي من طرف النبي بكل ممكن؟ كانوا يحاولون ذلك، قالوا عن القرآن السحر، قالوا عنه أساطير الأولين، قالوا عنه جنون، قالوا عنه كل يعني ما يستطيعون، ثم سلكوا طريق السيف وال يعني الحرب وبقوا عاجزين عن معارضته. فيقول فهذه مقدمات علم بعضها بالتواتر وبعضها بمجاري العادات، يعني بعضها متواتر، مثل أن النبي أظهر التحدي، أنهم حاربوه بدمائهم وأموالهم، هذا متواتر. طيب بعضها لم يثبت بالتواتر لكن بحكم العادة الجارية،
ما هي؟ أنه لو قدروا على يعني إبطال القرآن بطريق الفصاحة لفعلوا، لأنه كان أسهل عليهم من الحرب، وفي حكم العادة بأن الإنسان يترك الأصعب ويسلك الأسهل. نعم، هذا يثبت بحكم العادة، وكل ذلك مما يورث اليقين. وهذا شيء مهم هنا، أنه نعرف أن حكم العادة يورث اليقين، يعني ما كان يقينيا في العادة فيفيد اليقين، ما دمت أنا أستدل به ضمن قانون العادة. لكن لو أخذ مثلا حكم العادة أستدل به على يوم القيامة لا يعطيني يقين، لأني خرجت عن محل حكم العادة. حكم العادة يجري في الدنيا، فأن تستدل به على أمور الدنيا ممكن يقيني، لكن أن تستدل به على أن في الجنة يحصل كذا، لماذا؟ لأنه في العادة الدنيا هكذا، أنت نقلت حكم العادة إلى غير محله، هنا لا يعطيك اليقين، يعني يبقى ظني، يبقى ظني. يعني مثلا واحد يقول نحن في حكم العادة يقينا نعيش بالأكسجين، لا بد نتنفس الأكسجين حتى نعيش في حكم العادة. إذن أقول الآن سأخذ هذا الحكم، أقول آدم عليه السلام كان عنده أكسجين، وآخر إنسان قبل يوم القيامة يكون عنده أكسجين، تمام، أنت تستدل بحكم العادة اليقيني في محله. لكن تقول نحن في الجنة نستنشق الأكسجين أيضا، ممكن، ممكن نعم ممكن لا، ممكن يكون الجنة نعيش فيها بطريق الأكسجين، ممكن نعيش بطريقة أخرى لا ندري. لا، يعني لا يعطيني اليقين في غير محله. الآن هنا يقول أنا أحكم على قريش أنه لو كانت تقدر على إبطال القرآن بالفصاحة والبلاغة لفعلت، لأنه هكذا بالحكم العادة اليقيني، الناس إذا وجدوا طريقة مع شدة الحاجة إلى الشيء يسلكونها، وهي طريقة سهلة بالنسبة لهم، لكن لم يفعلوا، إذن غير موجود. أين نستدل بهذا؟ في العادة، بحكم العادة في العادة يجوز لا إشكال. قالوا مثال على هذا، نحن نعرف جبل كذا وكذا، رأيناه قبل شهر شهرين، رأيناه عبارة عن تراب وحجارة، هل يقينا الآن هو ما زال تراب وحجارة؟ نعم يقينا، نتيقن، أنا رأيت قبل سنة هذا الجبل، لم أره خلال السنة الماضية، قبل سنة رأيته، ماذا كان؟ كان حجارة وتراب، ما هو الآن؟ يقينا هو ما زال تراب وحجارة، نحن متيقنين أن الجبل الذي تركناه من تراب وحجارة هو ما زال من تراب وحجارة. لماذا؟ لأن هذا الحكم العادي، اليقين عادة، ونحن ما زلنا في العادة. نعم، لكن أن أنقله إلى يعني عالم آخر وأقول هو ما زال تراب وحجارة، هذا الذي يكون ليس يقينيا. طيب، يقول فلا حاجة إلى التطويل، وبمثل هذا الطريق ثبتت نبوة عيسى عليه السلام، ولا يقدر النصراني على إنكار شيء من ذلك، فإنه يمكن أن يقابل بعيسى فينكر تحديه بالنبوة، أو استشهاده بإحياء الموتى، أو وجود إحياء الموتى، أو عدم المعارضة، أو يقال عرض ولم يظهر، وكل ذلك مجاحدات لا يقدر عليها المعترف بأصل النبوات. يعني لو جاءني النصراني اليوم يقول لي ما الدليل أن سيدنا محمد أظهر المعجزة أصلا؟ أقول له هذا متواتر. قال ما الدليل؟ أنا لا أؤمن بالتواتر. فأقول له ما الدليل أن سيدنا عيسى أظهر معجزة؟ نعم، فيقول طيب لا، هو أظهر معجزة لكن العرب كانوا قادرين على المعارضة وقد عارضوا لكن لم ينقل إلينا. أقول له بنو إسرائيل في زمن بني عيسى عليه السلام عارضوا عيسى ولم ينقل إلينا. إن قال لا، طيب هم كانوا قادرين على المعارضة ولم يعارضوا زهدا في المعارضة، لم يشتغلوا بها. أقول وبنو إسرائيل كانوا قادرين على معارضة عيسى عليه السلام ولم يشتغلوا، إذن لا يمكن. ما دام هو يؤمن بعيسى فينبغي أن يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
تمام القرآن، القرآن هو المتواتر. يعني أحسن. لا 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 نحتاج إلا بالقرآن الآن، لأنه هو المعجزة الباقية المستمرة التي لا شك في ثبوتها بعينها. باقي معجزات النبي الحسية المادية يعني تواتر أن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة غير القرآن، لكن هل هي شق القمر أو مثلا تسليم الحجر أو تسليم الشجر أو تسبيح الحصى؟ هذا آحاد، هذا يعني قد يشكك فيه. نعم، لكن معجزة القرآن لا أحد يشكك أن النبي جاء بالقرآن. نعم، طبعا الآن في الغرب يعني يشككون طبعا في هذا، يعني يقولون القرآن الكريم مثلا لم يظهر في عصر محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهر بعده مثلا بمئة سنة. نعم، يعني منهم من يشكك، لكن هؤلاء يشككون يعني في فكرة التواتر من أصلهم. فيعني نناقشهم بأن لا يؤمنوا لا بعيسى ولا بموسى ولا بهؤلاء، ومنهم من يفعل ذلك الملحدون. ونحن لا نؤمن أن موسى أتى بمعجزات، لا نعرف، ولا نعرف أن عيسى أتى بمعجزات، ولا نعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم أتى بمعجزات. هؤلاء يجب ننطلق معهم من فكرة التواتر من أصلهم. وهل هناك شيء متواتر في الدنيا أو لا؟ هل التواتر يفيد اليقين أو لا؟ نبدأ من أصل الفكرة. حتى الأستاذ في الجامعة هو قال يعني لا يوجد لنا أي وسيلة أن نقول هو لم يأتي. يعني لو ممكن كشفوا لنا مدينة وبحثنا ممكن نجد شيء ولكن. طبعا العقلاء لا يود يسلمون بهذا أن القرآن قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أين جاء به؟ من عند نفسه أو من عند الله؟ هنا يعني نختلف معهم. نعم، نحن نقول من عند الله، هم يقول من عند نفسه مثلا. نعم، لكن أنه هو أظهره في الدنيا، جاء به، كان في عصره، بلغه للناس، يقينا هذا. طيب، فإن قيل فما وجه إعجاز القرآن؟ قلنا الجزالة والفصاحة مع النظم العجيب والمنهاج الخارج عن مناهج كلام العرب في خطبهم وأشعارهم وسائر ضروب كلامهم. والجمع بين هذا النظم وهذه الجزالة معجز خارج عن مقدور البشر. الجزالة يعني الحسن السبك، يعني وقوة النظم، يعني حسن السبك، حسن الصياغة. نعم، يقول ما وجه إعجاز القرآن؟ قال الفصاحة والبلاغة مع النظم العجيب والمنهاج الخارج عن مناهج كلام العرب، يعني لا هو شعر ولا هو نثر، ومع ذلك هو فصيح بليغ. قال والجمع بين هذا النظم، يعني نظم غريب بالنسبة لهم، لا شعر ولا نثر، وهذه الجزالة فصيح بليغ، قال معجز خارج عن مقدور البشر. يعني العرب إذا أرادت تظهر فصاحتها إما تظهرها بالشعر أو بالنثر، يعني بالخطبة أو بالشعر مثلا، لكن أتيناهم بكلام لا هو شعر ولا نثر. تمام، ممكن أي إنسان يتكلم الآن بكلام لا شعر ولا نثر لكن لا يكون فصيحا، لكن أن يأتي كلام لا شعر ولا نثر مع فصاحته وبلاغته، هذا الإعجاز. يقول نعم ربما يرى للعرب أشعار وخطب يحكم فيها بالجزالة، وربما ينقل عن بعض من قصد المعارضة مراعاة هذا النظم بعد تعلمه من القرآن، ولكن من غير جزالة بل مع ركاكة، كما يحكى عن ترهات مسيلمة الكذاب حيث قال الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل وخرطوم طويل. فهذا وأمثاله ربما يقدر عليه مع ركاكة يستغثها الفصحاء ويستهزئون بها. يستغثها يعني يستحقرها، يجعلونها تافهة سخيفة.
يقول العرب لهم شعر بليغ ولهم خطب بليغة نثر بليغ، لكن ما أحد أتى بكلام لا هو شعر ولا هو نثر مع الفصاحة والبلاغة. بعضهم حاول يقلد أسلوب القرآن مثل مسيلمة، لكن أتى بأسلوب ركيك جدا، ما أتوا بفصاحته وبلاغته. قال: وأما جزالة القرآن فقد قضى كافة العرب منها العجب، ولم ينقل عن واحد منهم تشبث بطعن في فصاحته، فهو إذن معجز وخارج عن مقدور البشر من هذين الوجهين، أعني من اجتماع هذين الوجهين، فصيح وبليغ مع أنه ليس، لا فصيح بليغ يعني جزالة مع أنه ليس ونظم ولا نثر. مع هذا ماذا؟ ما لم تتغير فصاحته وبلاغته. نعم، يعني نزل على شكل غير الترتيب الموجود الآن، لكن يعني سورة البقرة مدنية معنا في أول القرآن. نعم، ومثلا الفلق والناس وكذا في آخر القرآن، لكن هي مكية يعني جاءت أولا. العلق في جزء عامة وهي أول سورة نزلت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر آية جاءت في أول القرآن، يعني تغير الترتيب، مع ذلك مستوى الفصاحة والبلاغة واحد. 23 سنة. نعم، يعني بعضه مدني في سورة مكية، بعضه مكي في سورة مدنية، ولم يتغير مستوى الفصاحة والبلاغة. نعم. يعني هناك في تناسب الآيات والسور، هناك كتب يعني العلاقات بين السور والآيات، مع أنها نزلت في أوقات متباعدة، لكن يعني ما العلاقة بين هذه الآية وهذه، ما العلاقة بين هذه السورة وهذه، تناسب آخر السورة مع أول التي بعدها مع أنه نزلت في أوقات متباعدة، تناسب أول السورة مع آخر السورة نفسها مع أنها أيضا نزلت في أوقات متباعدة. يعني يا المائدة مثلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا من الوفاء، ثم آخر آية قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الوفاء يناسب الصدق. نعم، مثلا يأتي بعض الآيات آخر السورة: فسبح باسم ربك العظيم، بعدها سبح لله أو يسبح لله. نعم، فهناك يعني تناسب الآيات والسور، هذا أيضا فن، والبقاع هو أشهر من تكلم فيه من المفسرين. هل الشرع حد يعني مثلا وضع كتاب يلخص بعض يعني ممكن ما موجود في بلاغة القرآن لغير المسلمين أو اشتغل؟ هو طبعا في الفكرة الأولى أنه هذا كله يعني يقرب، ولكن ليس هو المتحدى به. يعني الله تعالى ما تحدى الناس بأن يرتبوا لي كلام يكون أوله وآخره متناسق، يكون آخر فقرة مع بداية فقرة أخرى متناسق، هذا يستطيعه العرب. والعرب كان لهم شعر مثلا من 100 بيت يختم القصيدة بما بدأها به، يعني يأتي بقصيدة آخر بيت يبدأ يأتي يعني ينتهي بأول شطر من البيت. يعني العرب كانوا يتقنون هذا، هذا ليس المتحدى به، هذا أيضا يعني من المقربات المسألة، لكن ليس ركن المسألة. ركن المسألة هو الفصاحة والبلاغة التي يعني السبك النظم، هو كلام من حيث المعنى أستطيع أن أقوله، ومن حيث كل كلمة لوحدها أستطيع أن أنطقها، بل أنا أنطق بها في حياتي، لكن تركيب هذا المعنى بهذه الألفاظ هو الذي أعجزه. نعم. في يعني مثل القرآن يوجد مثل عقل
صحيح، هذا هو النظم، هذه نظرية النظم التي أتى بها عبد القاهر البغدادي، عبد القاهر الجرجاني. نعم، نظرية النظم، إعجاز القرآن من حيث نظمه. نعم، وهذه أصلا يعني الزمخشري لما قال ألف لام ميم ألف لام را صاد قاف طاسين ميم أتى بهذا المعنى أيضا. هذه حروفكم، ليست غريبة عنكم، ليست أجنبية عنكم، فلتقولوا مثله. نعم، يعني الحمد لله رب العالمين، كلمات عادية بالنسبة للناس يستطيعون أن يقولوها، لكن بهذا النظم يصعب عليهم. نعم، طبعا وفي كتب البلاغة يعني يأتون بأمثلة، ليس كتب البلاغة العلمية يعني التي تدرس علم البلاغة، هذا مجاز مرسل، هذا تشبيه، هذا كناية، هذا استعارة، هذا يعني يعطيك القواعد لكن لا يجعلك تذوق البلاغة. لكن هناك كتب بلاغة تكثر فيها الأمثلة وتهتم بأن تذوقك البلاغة، مثل كتب عبد القاهر الجرجاني مثلا. نعم، والتي يأتون بها أيضا بمقارنات بين آيات وقصائد عربية مثلا، وفي نفس المعنى وكيف يعني تميز نظم القرآن بمثلا وجازة الألفاظ مع فصاحتها وبلاغتها. في هناك يعني عدة رسائل في إعجاز القرآن، الباقلاني له كتاب في إعجاز القرآن، الجرجاني، الرماني، حتى أظن الرازي فخر الدين أظن له كتاب في الإعجاز، يعني هناك عدة كتب في إعجاز القرآن. هذا يسمى الصرفة، أن الله صرفهم عن ذلك، يعني كانوا قادرين، العرب كانوا قادرين على مواجهة القرآن ومعارضته، لكن الله تعالى صرفهم عن ذلك مع قدرتهم، فهذا الصرف هو الإعجاز، إنه شيء في قدرتك وأنا أمنعك عن فعله، هذا تصديق مني للرسول، الله تعالى هكذا يقول، كأنه هكذا عند المعتزلة. وعند أهل السنة لا، لم يكن في مقدورهم ذلك. طبعا يعني كأن الخلاف والله أعلم لفظي، يعني المعتزلة لما يقولوا كان في مقدورهم يعني بحسب أصل القدرة، يعني أنه هذا يعني حروفكم لغتكم ألفاظكم كلماتكم فهي داخلة تحت قدرتكم، لا أنه كان في مقدورهم في ذلك الوقت بعينه أن يركبوا هذا التركيب. نعم، يعني كان في مقدورهم من حيث ذاته، كأني أقول يعني من حيث ذات التكلم هو مقدور لي. نعم، لكن في هذا يعني الترتيب والنظم مع الفصاحة البلاغة ليس مقدورا لي. نعم، يعني كأن الخلاف والله أعلم لفظي بينهم. طيب، يقول فإن قيل لعل العرب اشتغلت بالمحاربة والقتال فلم تعرج على معارضة القرآن، ولو قصدت لقدرت عليه أو منعتها العوائق عن الاشتغال به، يعني كانوا قادرين لكن اشتغلوا بالحرب وكذا ما استطاعوا يعارضوا بسبب انشغالهم بغيره. والجواب أن ما ذكره هوس، فإن دفع تحدي المتحدي بنظم كلام أهون من الدفع بالسيف، مع ما جرى على العرب من المسلمين بالأسر والقتل والسبي وشن الغارات، يعني تحملوا القتل وتحملوا الأسر وتحملوا الإهانة وتحملوا الذلة، وكل هذا كانوا يستطيعون دفع ذلك كله بكلمات وما قالوها، هذا مستحيل. ثم ما ذكروه غير دافع غرضنا، فإن انصرافهم عن المعارضة لم يكن إلا بصرف من الله تعالى، والصرف عن المقدور المعتاد من أعظم المعجزات. هذا الكلام يوهم أن الغزالي مع المعتزلة، أنهم يقول أن
هم يقدرون في حكم العادة يقدرون على معارضة القرآن، لكن الله تعالى صرفهم، وهذا الصرف هو الإعجاز. لكن كما قلت والله أعلم أن يعني المسألة كأن الخلاف فيها لفظي، ومن قصد أنه مقدور قصد أنه مقدور من حيث ذات الكلام، هذا كلام عربي مقدور لنا من حيث ذاته، إنه حيث هو حروف وأصوات عربية كلمات كلها معروفة في لغتنا فهو مقدور. نعم. أما هذا التركيب ليس مقدورا لنا، فمن قال هو مقدور يقصد في أصله في ذاته، ومن قال هو غير مقدور قصد من حيث يعني هذا التركيب، فهذا لغيره لغيره. نعم. والله أعلم. فلو قال نبي آية صدقي أني في هذا اليوم أحرك إصبعي ولا يقدر أحد من البشر على معارضتي، فلم يعارضه أحد في ذلك اليوم ثبت صدقه. هذا الذي قلت لكم قبل قليل، إنه أي فعل حتى لو لم يكن خارقا ما دام حصل به التحدي ولم يعارض فدل على صدق النبي فهو معجزة. وكان فقد قدرتهم على الحركة مع سلامة الأعضاء من أعظم المعجزات، وإن فرض وجود القدرة ففقد داعيتهم وصرفهم عن المعارضة من أعظم المعجزات، مهما كانت حاجتهم ماسة إلى الدفع باستيلاء النبي على رقابهم وأموالهم، وذلك كله معلوم على الضرورة. نعم. يعني مثلا أريد أعطيكم مثال حتى نعرف مسألة المقدور وغير المقدور. يعني مثلا أن يخلق الله زيد في سنة 2000 وأن يخلق الله عمرو في سنة مثلا 1000 ميلادي، هذا 2000 ميلادي هذا 1000 ميلادي، وأن يجعل عمرو أبا لزيد، وأن يكون عمر عمر 50 سنة فقط، هذا كل واحد لوحده مقدور. نعم. يعني داخل تحت القدرة. أن يكون زيد يولد في سنة 2000 ممكن عقلا، أن يكون عمر يولد 1000 في سنة 1000 ممكن عقلا، أن يعيش عمر 50 سنة ممكن عقلا، أن يكون عمر أب لزيد ممكن عقلا، لكن هذه الصورة المجتمعة غير ممكن. يعني مع كون عمر أبا لزيد ويعيش 50 سنة فقط، وهذا 1000 وهذا 2000 مستحيل، هذه الصورة غير مقدورة، يعني لا تدخل تحت القدرة هنا بمعنى. فأقصد نحن نفرق بين المقدور من حيث يعني أصله من حيث أفراده، ونفرق بينها الصورة المركبة. فكأن من قال هذا مقدور للعرب من حيث أفراد الكلمات، من حيث كل جملة لوحدها، من حيث كل عبارة لوحدها، من حيث كل حرف، لكن من قال هو غير مقدور من حيث الصورة المتركبة. نعم. قال فهذا طريق تقرير نبوته على النصارى، ومهما تشبثوا بإنكار شيء من هذه الأمور الجلية فلا نشتغل إلا بمعارضتهم بمثله في معجزات عيسى عليه السلام. طيب، الطريقة الثانية أن نثبت نبوته أو أن تثبت نبوته بجملة من الأفعال الخارقة للعادات التي ظهرت عليه، يعني ليس من طريق القرآن الكريم، من طريق المعجزات الأخرى الحسية، كانشقاق القمر ونطق العجماء. العجماء يعني الدابة التي لا تبين ما تريد، يعني ما هو العجمة أو الأعجم، هو الذي لا يفصح لا يبين ماذا في نفسه. نعم. فالعجماء هي الدابة التي لا تتكلم، يعني دابة. نعم. فنطقها يعني أنها تفصح تبين، وتفجر الماء من بين أصابعه، وتسميح الحصى في كفه، وتكثير الطعام القليل، وغيره من خوارق العادات، فكل ذلك دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل آحاد هذه الوقائع لم يبلغ نقلها مبلغ التواتر، كل واحد منها آحاد لم يتواتر، فكيف نستدل به؟ يعني ربما يشككوننا في أصله،
أقول معجزة النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى. أقول من أثبت هذا؟ أقول لهم رواه فلان وفلان. طيب اثنان ثلاثة ليس متواتر، يشكون فيه. قلنا وذلك وإن سلم أيضا أنه آحاد فلا يقدح في الغرض مهما كان المجموع بالغا مبلغ التواتر. نقول له طيب كل واحد آحاد، لكن يثبت من مجموعها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزة ما غير القرآن بلا تعيين ما هي، لكن قد جاء بشيء أعجز الناس غير القرآن الكريم. هل هو تسبيح الحصى؟ هل هو انشقاق القمر؟ هل هو تكثير الطعام؟ الله أعلم، لكن قد جاء بمعجزة ما، وهذا ثابت يقينا، فنستدل عليهم بهذه المعجزة غير المعينة. نقول قد خرق العادة، قد جاء بأمر أعجز الناس. يقول وهذا كما أن شجاعة علي رضي الله عنه وسخاوة حاتم كرم حاتم معلومة على القطع تواترا، وآحاد تلك الوقائع لم تثبت تواترا، ولكن يعلم من مجموع الآحاد على القطع ثبوت صفة الشجاعة والسخاوة. فكل هذه الأحوال العجيبة فكذلك هذه الأحوال العجيبة بالغة جملتها مبلغ التواتر لا يستريب فيها مسلم أصلا. نعم. هنا الكلام عن المعجزة تحديدا. نعم، أنه قد أظهر النبي معجزة مادية، حتى قد أظهر ذلك وقد أعجز الناس عن معارضته وقد تحداهم به فأعجز الناس، فهذا دليل على صدقه. طيب، فإن قال قائل من النصارى هذه الأمور لم تتواتر عندي لا جملتها ولا آحادها، فيقال له ولو انحاز يهودي إلى قطر من الأقطار ولم يخالط النصارى وزعم أنه لم يتواتر عنده معجزات عيسى عليه السلام وإن تواترت فعلى لسان النصارى وهم متهمون به، فبماذا ينفصلون عنه؟ يعني واحد قال طيب هذا في بلاد العرب متواتر أن النبي جاء بمعجزات وهكذا، لكن أنا أعيش في روسيا وليس عندي أخبار متواتر أن النبي قد أظهر هذه المعجزات، أنا أعيش في أمريكا وليس عندي أخبار متواترة، هذا عندكم في الشرق الأوسط متواتر، عندنا ليس متواتر. نقول وأنتم نصارى، فلو عاش يهودي بعيدا عن بلادكم ولم يخالطكم ولم يسمع أخباركم لقال عن معجزات عيسى هي لم تتواتر عندي أيضا، فالعبرة بأنها متواترة في نفسها، ليس المهم عندي تواترة أو عندك تواتر، هي في نفسها قد وردت من طرق كثيرة لا يعني يتواطأ على الكذب فيها. نعم قد ورد، إذن هي تواترت في نفسها. فمشكلتك أنت بعيد، اقترب وادرس التاريخ لتنكشف لك تواترها. كما إنسان يغلق الستارة ويقول أنا لا أؤمن بأن الشمس طالعة لأنها لم تطلع علي أنا، افتح الستارة تطلع عليك أنت. نعم. كذلك هنا أنت أدخل الأخبار يعني خالطها أصحاب الأخبار تتواتر عندك. قال فبماذا ينفصلون لو اليهودي دعا للنصارى ذلك؟ قال لا انفصال عنه إلا أن يقال ينبغي أن تخالط القوم الذين تواتر ذلك بينهم حتى يتواتر ذلك إليك، فإن الأصم لا تتواتر عنده الأخبار، أصم لا يسمع، وكذا المتصامم من يغلق أذنه ويقول لم أسمع شيئا، فهذا أيضا عذرنا عند إنكار واحد منهم التواتر على هذا الوجه، والله أعلم. التواتر القرآن الكريم الأول تواتر ضروري، أما هذا المعجزات الحسية تواتر نظري لأنه يحتاج جمع الطرق ويعني إخراج القدر المشترك. بقي السؤال الذي سألني عنه أحد الإخوة في الدرس الماضي، أن واحد يقول طب أنا ما تعلمت الفصاحة أصلا، أنا لا أتذوق فصاحة القرآن، فكيف أعرف أنه فعلا معجز؟ نقول قد أعجز أهل الفصاحة والمرجع إليهم، كما أن سيدنا عيسى لما جاء بإحياء الموتى أعجز الأطباء والأمر إليهم، يعني لا عبرة بأنه أعجز أو لم يعجز النجارين والحدادين،
ليقل واحد من النجارين والحدادين أنا لا أعرف الطب فربما أنا أستطيع معارضتك. نقول أهل التخصص ما استطاعوا، وأنت إما أن تتخصص أو ترجع إلى كلامهم. كذلك الآن من لا يعرف العربية أو يعرف العربية ولا يدرك فصاحتها، نقول فلترجع إلى أهل الفصاحة والبلاغة، أو تعلم الفصاحة والبلاغة وانظر. نعم. طيب، الباب الثاني في بيان وجوب التصديق بأمور ورد بها السمع وقضى بجوازها العقل. هذه مسألة الغيبيات أو السمعيات، والغيبيات والسمعيات تنضبط عندنا بضابط كلي، يعني متى نؤمن بهذه الأمور الغيبية، متى لا نؤمن، متى يجوز أن أشك فيها، متى لا يجوز. عندنا ضابط كلي، قاعدة كلية لهذا، وهو الذي في العنوان هنا، قال في بيان وجوب التصديق. وجوب، يجب عليك التصديق، متى؟ في أمور ورد بها السمع، هذا الشرط الأول، وقضى بجوازها العقل. يعني إذا كان الأمر ممكن عقلا وورد به الخبر فيجب التصديق به. إذا كان ممكن عقلا وورد به الخبر الصادق، ورد به الخبر الثابت، يجب التصديق به. الآن هذا يحتاج تفصيل. طبعا 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 سأفصل. أن يكون ممكن عقلا وورد به الخبر، كلا الشرطين لا بد منه. لماذا؟ الآن نقول إذا كان واجب عقلا، ليس ممكن عقلا، إذا كان واجب عقلا فأنا لا أحتاج أن يرد به الخبر، أنا أثبته لأنه واجب عقلا. طيب إذا كان مستحيل عقلا، هنا حتى لو ورد به الخبر الشرعي أؤول الخبر ولا أثبته، لأنه لا يمكن، هو مستحيل عقلا، يعني العقل لا يقبل وقوعه. فإذا ورد في النص فعلي أن أؤول النص، لا يمكن أن أثبت بالنص شيء مستحيل يقع عقلا، لأنه إذا النص يثبته يعني يجوز أن يقع عقلا، لكن هو يستحيل أن يقع عقلا، هذا قلب الحقائق. يعني أصلا افتراض أنه مستحيل يعني لا يمكن أن يقع، ورد به النص يعني يمكن أن يقع، هذا تناقض. إذا ما الحل؟ الحل أن أؤول النص. نعم. مثلا نعم، إنه بعض الآيات تقول أنه الله فعل كذا وكذا ليعلم، ليعلم يعني كأنه لا يعلم، هذا مستحيل عقلا، فأؤول النص أقول ليظهر علمه مثلا. أو مثلا جاء ربك، مستحيل عقلا الانتقال في ذات الله، فأقول جاء أمره، وهكذا. إذن ممكن عقلا وورد به النص، إذن ممكن عقلا الشرط الأول، إذا مستحيل لا، لا أثبت وأؤول النص، إذا واجب أثبت بدون نص، لا حاجة للنص، النص يأتي مؤكدا، يعني حتى لو لم يأتي النص نحن نثبته، واجب عقلا. طيب إذا كان ممكن عقلا، الآن العقل يقول ممكن يقع ممكن لا يقع، أنا لا أثبت إذن حتى الآن، أحتاج إلى الشرط الثاني، ورد به الخبر، لما يرد الخبر أثبته. طيب شيء ممكن عقلا وورد به الخبر القطعي، أثبته قطعا أو ظنا، هو أمر ممكن عقلا وورد به الخبر اليقيني القطعي فأثبته قطعا. طيب ممكن عقلا ورد به خبر ظني آحاد، أثبته ظنا. بعض الناس هنا يقول لا، لا أثبته لأنه ظني. لا، لماذا؟ بل بعض الناس يكذبه لأنه ظني. التكذيب يحتاج خبر، مثل التصديق يحتاج خبر. يعني مسألة ممكن عقلا، أن فلان يأتي فلان لا يأتي، فلان يمرض فلان لا يمرض، هذا الشيء يكون في الجنة لا يكون في الجنة، هذا كله ممكن عقلا. طيب ورد الخبر القطعي بثبوته، أثبته قطعا. ورد خبر ظني بثبوته، أثبته ظنا، أصدقه تصديق ظني، أصدقه تصديق غير جازم، يعني أصدقه ولكن يبقى عندي احتمال أنني خطأ، أنني مخطئ،
يبقى عندي احتمال الغلط، لكن لابد أثبته، أثبته ظنا. بعض الناس هنا يقول لا، ما دام هو آحاد وهذه عقيدة أنا أكذبه، أقول له التكذيب هو ممكن أصلا، ممكن عقلا، فلماذا كذبته بدون دليل؟ تحتاج دليل على التكذيب، كما أن التصديق يحتاج دليل، التكذيب يحتاج دليل. إذا قال لي الأصل أن الشيء لا يكون، لا، الأصل أنه ممكن، ليس أنه لا يكون. يعني مثال على ذلك، الآن المسألة المشتهرة بين الناس هنا على الأقل نزول سيدنا عيسى. نعم، في تركيا يعني يناقشون كثيرا نزول سيدنا عيسى، نسألهم هل هذا ممكن عقلا أو ليس ممكن عقلا؟ يعني أن يعيش رجل من الناس 1000، 2000، 3000 سنة مثلا، يعني حتى الآن 2018، نحن في 2018، يعني عمر سيدنا عيسى 2018، هل هذا ممكن عقلا؟ ممكن، ما المانع؟ يعني نحن الآن نعيش 70-80 سنة، قبل يعني مئات السنين كانوا يعيشون 200-300 سنة، سيدنا نوح 1000 سنة، إذا أنا أعيش 100 سيدنا نوح يعيش 1000، ما المانع واحد يعيش 2000؟ يعني الذي مد عمري إلى 100 ومد عمر نوح إلى 1000، ما المانع أن يمد عمر عيسى إلى 2000 إلى 3000؟ لا إشكال في الإمكان العقلي، لا إشكال. يقول لي طيب هو يعيش في السماء، السماء ما فيها أكسجين وكذا، وما المانع عقلا أن يعيش الإنسان بلا أكسجين؟ في حكم العادة الفيزياء يعني نحن نعيش بالأكسجين، لكن السمك مخلوق ويعيش في الماء، طبعا يأخذ أكسجين بطريقة أخرى لكن لا يعيش في جو الهواء. فأنا أعيش في الهواء، هذا يعيش في الماء، ما المانع أن يخلق الله عيسى على كيفية معينة أنه يعيش بلا هواء؟ أو ما المانع أن يخلق له ظرفا في السماء فيه أكسجين؟ لا، الناس يصعدون في مركبة فضائية ويكون ظرف فيه أكسجين، نحن نطير بالطائرة في الهواء ويخف الأكسجين فوق أصلا، لكن الطائرة تزودنا بالأكسجين تحافظ على نسبة معينة. يعني أقصد هذا لا إمكان، لا استحالة في عقليا، نستطيع نجد مئات الحلول له، هذا إمكان عقلي. إذا لا مانع من حياة سيدنا عيسى، لا مانع من نزوله للأرض في آخر الزمان، ينزل ولا ينسخ شريعة الإسلام، لا مانع من هذا، إذا هو ممكن عقلا. نأتي إلى الأخبار، طبعا في نظرنا أخبار متواترة ولها أصل في القرآن فنصدق بها يقينا، بعضهم يقول لا، آحاد هذه الأخبار. طيب ما دام آحاد ماذا تفعل؟ قال أكذبها. قل ما الدليل على أنه كذب؟ ما الدليل أنه كذب؟ هو شيء ممكن عقلا، ورد أخبار، تمام، أخبار آحاد جدلا هي آحاد، لكن ما الدليل على كذبها؟ لا يوجد دليل حقيقي. على الأقل فلنصدقها ظنا، على الأقل، على الأقل ما دام آحاد عندك فصدقها، لكن قل وممكن أكون مخطئ، تصديق ظني. نعم، فكيف وهي متواترة ونستطيع نثبت هذا؟ نعم، فنصدقها تصديق قطعي حقيقة. نعم، فيقولون لا، هناك دليل على التكذيب، إنه هذا من عند اليهود والنصارى أتى إلينا. أقول ما الدليل أنه هو موجود عند اليهود والنصارى؟ هذا صحيح، لكن ما الدليل أنه أتى إلينا من اليهود والنصارى؟ هناك فرق بين وجود الشيء عند اليهود والنصارى وبين وصوله إلينا من اليهود والنصارى. لا يوجد دليل حقيقة أنه نقل إلينا من اليهود والنصارى. هناك أدلة أنه موجود، يقولون هذا موجود في التوراة، موجود في الإنجيل، تمام موجود، والحجاب أيضا موجود عند اليهود والنصارى، وتحريم الخمر موجود عند اليهود والنصارى، والتوحيد حتى موجود عند اليهود والنصارى، يعني في أصل دينهم طبعا. نعم، وتحريم الزنا موجود عندهم، والرجم قبل قليل موجود عند اليهود والنصارى. لا يكفي أنه موجود يعني أنه أخذنا منهم، نريد دليل على أنه قد تلقينا منهم. يعني ما يوجد أماته، يوجد متوفيك، توفي مختلف، توفي هو القبض وليس الوفاء، الموت. أصول العقائد وليس فروعها. نعم، أصول العقائد، نعم،
أما الفروع لا مانع أن تكون ظنية. نعم. طيب يقول نعم تمام تمام تفضل. طيب يقول الباب الثاني في بيان وجوب التصديق بأمور ورد بها السمع وقضى بجوازها العقل، وفيه مقدمة وفصلان. أما المقدمة فهو أن ما لا يعلم بالضرورة لا يعلم بالضرورة، يعني أمر ليس بدهي ليس ضروري، يعني يحتاج إلى استدلال. هذا الأمر الذي يحتاج إلى استدلال ينقسم إلى أقسام. أولا إلى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع، يعني أستطيع أن أثبته عقلا ولا أستطيع أن أثبته شرعا، يعني الشرع لا أستطيع أن أثبته بالشريعة. كيف يعني لا أستطيع أن أثبته بالشريعة؟ يعني أصلا الشريعة تتوقف عليه، يعني كيف أصدق الشريعة بسببه؟ فأنا إذن أريد أن أثبته قبل الشريعة بالعقل فقط بالعقل. وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل، يعني الشرع يثبته العقل لا يستطيع أن يثبته لأنه ممكن عقلا فقط. وإلى ما يعلم بهما، يعني أستطيع أثبته عقلا أو شرعا. إذن المسائل العقائدية تنقسم إلى بدهي ونظري، ضروري ونظري. الضروري لا يحتاج دليل، النظري يحتاج دليل. ما هو الدليل؟ ثلاث أنواع: إما نثبته عقلا ولا يجوز شرعا، هذا هي الأمور التي يتوقف عليها الشرع، مثل وجود الله. لا يمكن أثبت وجود الله بالشريعة، لأن الشريعة جاءت من الرسول. الرسول من أرسله؟ الله. الله كيف عرفته؟ من الرسول الذي جاءني من الله. لا يمكن هذا دور. فنحن نثبت وجود الله عقلا أولا، هذا الإله الموجود عقلا الذي أثبتنا وجوده عقلا أرسل إلينا رسولا وصدقه بالمعجزة، الرسول أخبرني عن أمور أخرى. ما هي المعجزة؟ درسنا ما هي المعجزة. هي كأن تقوم مقام قول الله هو صادق. إذن الله موجود، يجب أن يكون قبل وجود الرسول وقبل معجزته. يعني أنا كيف أفهم أنه هذا رسول ويعطيني معجزة؟ يعني أفهم أن الله يقول لي هو هذا الرجل صادق. إذن الله موجود عندي، لابد يكون موجود أولا. نعم. يقول إذن هناك أشياء نثبتها عقلا، أشياء نثبتها شرعا، أشياء يجوز بالوجهين. قال: أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع، يعني نثبته عقلا ولا يجوز أن نثبته شرعا، قال: فهو حدث العالم، حدوث العالم، ووجود المحدث، وجود الله، وقدرته وعلمه وإرادته. فإن كل ذلك ما لم يثبت لا يثبت الشرع. إذا أنت لم تثبت هذا بعقلك أنت لا تستطيع أن تثبت الشريعة من أصلها. يعني كيف أصدق الشريعة إذا هذا الإله غير موجود؟ لابد يكون موجود، ثم هو لابد أن يكون يعلم أن الرسول الآن يتكلم ليصدقه بالمعجزة، ويكون مريد لتصديقه، ويكون قادر على تصديقه، يعلم أن هذا الزمان يصلح لأن يرسل له رسولا، هذا المجتمع بحاجة لرسول فيرسل، يعلم ويريد ويقدر. إذن إله موجود، يعلم، يقدر، يريد. لابد هذه الأمور نثبتها قبل الشريعة، وإلا ما الدليل أن هذه الشريعة من عند الله إذا أنا لا أعرف وجود الله أصلا أو قدرته أو علمه أو إرادته؟ لكن قد يقول قائل: لكن هناك آيات في الشريعة عن وجود الله، عن علمه، عن قدرته، عن إرادته. إذا كنا نثبت هذا عقلا ولا يجوز أن نثبته شرعا، فلماذا الآيات تحدثت به؟ قلنا الآيات تأتي تستحث، تشجع العقل على أن يتفكر في هذا. قل: سيروا في الأرض فانظروا، إن في خلق السماوات كذا وهكذا.
تستحث العقول، تشجع العقول، تفتح لها الطرق، تنبه العقول نفعل كذا وكذا لتصلوا إلى كذا. نعم. طيب، يقول: فإن كل ذلك ما لم يثبت لا يثبت الشرع، يعني وجود الله، علمه، قدرته، إرادته، هذه الأربعة يجب أن نثبتها قبل إثبات الشريعة. لماذا؟ لأنه الإيمان بالشريعة متوقف عليها. قال: إذ الشرع ينبني على الكلام، فإن لم يثبت كلام النفس لم يثبت الشرع، فكل ما يتقدم في الرتبة على كلام النفس يستحيل إثباته بكلام النفس وما يستند إليه، ونفس الكلام أيضا فيما اخترناه، فيما اخترناه، انتبه لهذا، لا يمكن إثباته بالشرع. ومن المحققين من تكلف ذلك وادعاه كما سبقت الإشارة إليه. يعني لا خلاف عندنا أن الوجود، وجود الله وعلمه وقدرته وإرادته يجب إثباتها قبل الشريعة، لأن الشريعة متوقفة عليها. لا يمكن أنا أصدق شريعة من رسول إذا لم يكن إله موجود يعلم ماذا يرسل لعباده، يريد أن يرسل إليهم، يقدر أن يرسل إليهم، هذه هي الشريعة. لكن السؤال الآن: هل صفة الكلام تتوقف عليها الشريعة أيضا؟ يعني هل يجب أن أثبت صفة الكلام لله، كلام النفس، الصفة القائمة بذات الله، قبل أن أثبت الشريعة؟ لأن الشريعة هي أمره ونهيه. فالغزالي يقول: فيما اخترناه نعم، لابد تثبت صفة الكلام قبل أن تثبت الشريعة. نعم. لكن يقول بعض المحققين اختار أمرا آخر، قال: ومن المحققين من تكلف ذلك، يعني بعض المحققين في علم الكلام قال إن الشريعة تثبت قبل إثبات الكلام النفسي، يعني لا حاجة أن أثبت صفة الكلام لله عقلا، أنا أستطيع أؤمن بالشريعة بدون أن أفكر الله متكلم أو غير متكلم. يقول: وهذا قاله بعض المحققين، يقصد غالبا يقصد شيخه إمام الحرمين، لأن هذا الرأي منسوب لإمام الحرمين. إمام الحرمين ماذا يقول؟ يقول إن الشريعة لا تتوقف على صفة الكلام لله، بل تتوقف على أن الله تكلم بطريقة ما، يعني إما بطريقة الصفة إنه هو متكلم صفته الكلام، أو بطريقة الخلق كما يقول المعتزلة، يعني أن الله خلق كلاما. في النهاية إذا هو متكلم بكلامه هو تعالى صفته، هو أمرنا ونهانا. طب لو افترضنا لا، أنا معتزلي وأقول الله ليس له صفة الكلام، لم يقم بذات الله كلام نفسي، لكن الله يخلق أوامر ونواهي، المعتزلة هكذا يقول، في النهاية هذا الذي خلقه الله من الأمر والنهي هو الشريعة. إذن الشريعة ثابتة على الوجهين. إذن لا أحتاج أثبت صفة الكلام لله، بل أحتاج أن أنسب لله كلاما بوجه ما، سواء بطريق الصفة أو بطريق الخلق أو بغير ذلك. وحقيقة كلام إمام الحرمين يعني أدق، أقرب، يعني هو التحقيق فعلا، أنه لا تتوقف صفة لا تتوقف الشريعة على صفة الكلام، بل تتوقف على نسبة الكلام إلى الله بوجه ما ولو بطريق الخلق. فالآن نقول نثبت الشريعة بدون الكلام، إذا نثبت أن الشريعة جاءتنا، الشريعة ماذا قالت؟ كلم الله موسى تكليما، نثبت الكلام بالدليل الشرعي، هذا يجوز. يعني الله موجود، عالم، قادر، مريد، أرسل إلينا رسولا، هذا الإله الموجود أرسل رسولا، هو يعلم ماذا يرسل، يقدر أن يرسل، يريد أن يرسل. الآن أنا أؤمن بالرسول بمعجزته، الرسول ماذا أخبرني؟ أن الله متكلم، فأثبت الكلام بكلام الرسول، أثبت صفة الكلام بالقرآن بأخبار الرسول، لا مشكلة في ذلك. الآن أن الله ينسب الكلام إلى الله بطريقة ما، بوجه ما. نعم. ما هو السلطة الذي يحاول أن يهرب منه، أنه يعني في نوع من الدوام
لأنه إذا كان الله غير متكلم أصلا ولا بطريقة من الطرق، لا بصفة الكلام ولا بخلق الكلام، فكيف سأؤمن بالشريعة؟ والشريعة هي أمر الله ونهيه. إذا كنت أنا لا أؤمن بعقلي أن الله تعالى يأمر وينهى بأي طريقة، فإذا لن أصدق الشريعة، لأن الشريعة هي كلام الله، هي أخبار الله، هي أوامر الله، هي نواهي الله. لذلك لابد قبل أن نؤمن بالشريعة ننسب إلى الله كلام من جهة من الجهات، يعني إما من جهة الوصف أو من جهة الخلق، أن هذا الإله يأمر وينهى بمعنى قام بذاته، أو يأمر وينهى بكلام يخلقه. المهم أنه يأمر وينهى، وهو الأمر والنهي هذا الشريعة. لكن كلا هذه الوجهين يعني لا يترتب على، يعني على وجه المعتزلة لا يترتب على الوحي نفسه. تمام، هذا هو أنه ينسبون لله الكلام عقلا بطريقة الخلق. طبعا المعتزلة ينسبون لله الكلام، يعني هل العقل يثبت أن هذا الإله يأمر وينهى؟ يثبت. نعم. الآن هذه الشريعة هي أمره ونهيه، تمام. لكن رأي الغزالي أنه لا، لابد أن نثبت أنه يتكلم بكلام النفس. نقول لا حاجة لذلك حقيقة، نحن نثبت كلام النفس بالشريعة. يعني نقول الله يتكلم بطريقة ما لا نعرفها الآن، الله يتكلم بطريقة ما خلقا أو وصفا لا أعرف الآن، الله يتكلم بطريقة ما، فأرسل إلي الكلام عن طريق الرسول، الأمر والنهي والخبر، ومن أخباره أن له صفة الكلام، فلا نثبتها صفة. طيب، يقول: وأما المعلوم بمجرد، طبعا كلام إمام الحرمين أنا قلت أدق، هذا ليس مني وإنما رجحه كبار المتكلمين المتأخرين كالتفتازاني، ابن كمال باشا مثلا رجحوا هذا. نعم. قال: وأما التفتازاني وغيرهما: وأما المعلوم بمجرد السمع فيخصص أحد الجائزين بالوقوع، فإن ذلك من مواقف العقول. يقول: وأما المعلوم بمجرد السمع، يعني ما يمكن أن نثبته بالسمع بالشريعة ولا يمكن أن أثبته بالعقل. قال: مثل ماذا؟ قال: تخصيص أحد الجائزين بالوقوع، يعني الله تعالى أرسل 25 رسول أو 26 رسول. نعم. أو يعني ربما هذا المثال ليس دقيق، مثال أحسن: سيدنا موسى رسول أو ولي من الأولياء، هذا جائز عقلي. نعم. ما الذي خصص سيدنا موسى بالرسالة؟ نعم. الله تعالى. كيف عرفت؟ بالخبر، بالسمع، بالشرع. نعم. تخصيص أحد الجائزين بالوقوع، فإن ذلك من مواقف العقول. ما معنى مواقف العقول؟ يعني يتوقف العقل عنده، لا يستطيع أن يجزم. يجوز سيدنا موسى يكون رسول، يجوز يكون ولي، العقل يتوقف، فكيف أثبت هذا؟ بالشرع فقط، لا يجوز بالعقل. وإنما يعرف من الله بوحي وإلهام، ونحن نعلمه من الموحى إليه بسماع، كالحشر والنشر والثواب والعقاب وأمثالها. إنه الله تعالى سيحشرنا قبل الحساب، لا نعرف هذا عقلا، يجوز عقلا يحشرنا ثم يحاسبنا، يجوز عقلا يحاسبنا مباشرة. فالحشر كيف أثبتنا؟ بالشرع، بالخبر، بالسمع، وليس بالعقل. قال: وأما المعلوم بهما، يعني بالعقل والشرع، فكل ما هو واقع في مجال العقل ومتأخر في الرتبة عن إثبات كلام الله تعالى، كمسألة الرؤية وانفراد الله بخلق الحركات والأعراض كلها وما يجري هذا المجرى. يعني الله خالق كل شيء، هذا يستطيع العقل لوحده أن يعرفه، لأن العقل لا يجوز صفة الخلق لغير الإله، ولكن الشريعة لا تتوقف عليه. يعني أستطيع أن لا أثبته بالعقل، أسأل الرسول وأخذه من الرسول، الرسول قال لي، قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، يكفي. العقل يستطيع يثبته، والرسول يمكن أن يثبته لنا. لو أخذت من كلام الرسول لا يحصل مشكلة الدور، لكن لو أخذت وجود الله من الرسول مشكلة بالنسبة له، لأنه هو رسول من أين؟ يعني من الله، وكيف عرفنا الله من كلامه؟
هنا يكون إشكال. أنا صدقتك لأنني أعرف الله، وكيف عرفت الله من خلالك، وكيف صدقتك من أن الله يعني أعطاك معجزة، هذا لا يعني لا يفهم دور. لكن خلق الأفعال ليس دورا. هذا الإله الموجود القادر المريد العالم أرسل رسول، الرسول أخبرني هذا الإله يخلق كل شيء، ممكن. طيب قال ثم كل ما ورد به السمع، كل ما ورد السمع به ينظر، فإن كان العقل مجوزا له وجب التصديق به قطعا، إن كانت الأدلة السمعية قاطعة في متنها وسندها لا يتطرق إليها احتمال، ووجب التصديق بها ظنا إن كانت ظنية. هذا قاعدة مهمة جدا أنا أعيدها. يقول كل ما ورد السمع به، كل شيء ورد في الأدلة النقلية ينظر أولا، فإن كان العقل مجوزا لها، جائز عقلا، وورد به السمع. طب على أي درجة ورد به السمع؟ قال وجب التصديق به قطعا يقينا إن كانت الأدلة السمعية قاطعة في متنها وسندها، يعني الثبوت والدلالة، ووجب التصديق بها ظنا إن كانت ظنية، يعني في أحد الطرفين. إذن أمر جائز عقلا، وورد النقل به، ورد الخبر به. أقول كيف ورد؟ ورد بطريقة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، إذن أصدقه قطعي. ورد ظني إما في الثبوت إما في الدلالة، ظني في أحد الطرفين أصدقه ظني. ورد بخبر مكذوب لا أصدقه أصلا، لكن نحن نقول ورد بخبر صادق، ورد بخبر صحيح، قطعي أصدق قطعا، ظني أصدق ظني. طيب يقول فإن وجوب التصديق باللسان والقلب هو عمل ينبني على الأدلة الظنية كسائر الأعمال. هذا كلام هنا دقيق جدا، وقاله الغزالي وقاله غيره أيضا. الآن يقولون العقيدة يقين، العقيدة علم، علم يعني يقين، العلم لا يؤخذ إلا من أدلة قطعية. طيب حديث الآحاد ماذا يوجب؟ يوجب العمل ولا يوجب العلم، صحيح عند الجمهور حديث الآحاد يوجب العمل، يجب نعمل به مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وهكذا. يعني لو جاءني حديث آحاد ينهى عن بيع من البيوع فيجب تركه، يجب العمل، يجب أن أعمل بالحديث فأترك هذا البيع. لو جاءني حديث آحاد يقول لي صلي كذا وكذا بطريقة كذا، أو مثلا حديث آحاد يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا ليس في القرآن، القرآن قال اقرأوا ما تيسر منه، اقرأ من القرآن ما تيسر، لكن الحديث أوجب علي يعني أمرني بفاتحة الكتاب، فيجب علي أن أعمل به. نقول واجب عند الحنفية أو فرض عند الشافعي على الاختلاف، المهم عملنا به، حنفية شافعية عملنا به، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قلنا يجب أن نعمل بفاتحة، يجب نقرأ الفاتحة في صلاتنا، فرض أو واجب ليس مهم، المهم عملنا به. طيب هنا الغزالي يقول لي حتى لو جاء حديث آحاد في مسألة عقائد هو لا يوجب العلم، لا يوجب العلم، تمام، يعني لا يعطيك يقين، لا تتيقن، تمام، لكن عليك أن تعمل. طب هذا ليس عمل يد ووجه وكذا، هذا فكرة، مسألة، يعني خبر، ليس مسألة أعمل بها. فما الذي أعمل به؟ قال عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ التصديق. إذا جاءنا حديث آحاد في مثل علامة من علامات الساعة، هذا خبر، علامة من علامات الساعة، فهذا حديث آحاد، هل أتيقنه أجعله عقيدة عندي يعني يقينية يكفر مخالفها؟ لا، ليس عقيدة يقينية، لكن ما الذي يجب علي؟ أكذبه؟ لا يجوز أيضا، يجب علي أن أعمل به. كيف أعمل به؟ هذا ليس مجال للعمل كالصيام والصلاة. ما الذي تعمل به؟ عمل القلب هو التصديق، أن تصدقه، لكن هو ظني طبعا، فتصدقه تصديق ظني. يعني ما التصديق الظني؟ ما معنى التصديق الظني؟ يعني أنا أصدق هذا 70% 80% 90%، لا أتيقنه يقين لكن لا أكذبه بل أصدق، لا أجزم، لكن يبقى طرف الوقوع أرجح،
لأن الخبر صحيح وإن كان آحادا. كما الآن لو دخل علينا رجل هو يحتمل الخطأ لكنه ثقة بالنسبة لنا وأخبرنا بخبر قال في الخارج ينتظرونكم يريدون منكم كذا وكذا، نصدقه لكن لا نتيقن بكلامه، لعله أخطأ، لعل هذا الخبر ليس لنا للغرفة التي بجانبنا، لعله وهم خلط بين شخص وشخص، قال أنت المقصود ربما لست أنا المقصود، لكن هو ثقة، يعني عدم خطئه أرجح من خطئه، يعني مطابقة خبره للواقع أرجح من عدم المطابقة، فأنا أصدق كلامه لكن يبقى عندي احتمال للخطأ. نعم، هذا التصديق الظني، والتصديق عمل القلب، هو عمل، وخبر الأحاد يوجب العمل، لا يوجب اليقين، لا يوجب العلم، تمام، لا نتيقن. وهذا كلام مهم، يعني ذكره هنا الغزالي وذكره البزدوي مثلا في أصول الفقه، ويعني ذكر مجموعة من العلماء هذا، والكوثري في كتابه نظرة عابرة اهتم بهذه المسألة، لأن شلتوت لما أنكر نزول عيسى قال هذه أخبار أحد لا تصدق أصلا، فالكوثر قال له كيف لا تصدق، هي لا تعطي علم يقين، تمام، هذا مسألة أخرى، وإن كان أيضا ناقشه فيها الكوثر لكن لنتركها الآن، لكن هي على الأقل أخبار الأحد توجب العمل، وتوجب العمل يعني عليك أن تعمل بها، أول عمل هو عمل القلب هو التصديق، أن تصدق، هي ظنية صدق بها ظنا، إذا رأيتها قطعية صدق بها قطعا. نعم. طيب، قال فنحن نعلم قطعا إنكار الصحابة على من يدعي كون العبد خالقا لشيء من الأشياء وعرض من الأعراض، وكانوا ينكرون ذلك بمجرد قوله تعالى الله خالق كل شيء، ومعلوم أنه عام قابل للتخصيص، فلا يكون عمومه إلا مظنونا، هذا حسب أصول الشافعية طبعا، أنه العام يعني العام ظني في دلالته على العموم، فيقول الله خالق كل شيء، هذا عام، هل يشمل جميع الأشياء قطعا أو ظنا؟ عند الشافعية العام يفيد العموم ظنا ليس قطعا، ومع ذلك الشافعية عملوا، عفوا الصحابة عملوا به أو لم يعملوا به؟ عملوا، يعني لو أحد ادعى أنه يخلق شيئا لأنكروا عليه، كيف أنكروا عليه؟ قالوا له الله يقول الله خالق كل شيء، مع أن العموم ظني. طيب، عند الحنفية العام قطعي في عمومه، لكن عند الحنفية يعني النتيجة واحدة، انظروا، عند الحنفية العام الذي لم يدخله التخصيص أصلا هو قطعي في الدلالة على العموم، لكن العام إذا دخله التخصيص مرة واحدة يبقى في الأفراد الآخرين ظني في عمومه، يعني العام يشمل العموم 100%، لو أخرجنا 1% بقي 99%، الآن دلالة العام على 99% ظنية لأنه دخله التخصيص مرة. طيب، الله خالق كل شيء، الله شيء أيضا، هنا خصصنا الشيء بما سوى الله، لأنه لا يمكن الله خالق كل شيء وهو شيء، يعني خالق نفسه، لا يمكن، أخرجنا هذا بدلالة العقل، خصصنا، إذن دخله التخصيص مرة فيبقى ظني فيما سوى. إذن على المذهبين دلالة الآية على أن الله خالق لكل الأشياء فيها ظن، ومع ذلك الصحابة عملوا بها وكانوا ينكرون، لو ادعى إنسان أنه يخلق شيئا ينكرون عليه بدلالة الآية. الغزالي ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن الظن يعمل به، يعني ليس معنى أنه ظني أنه يكذب، بل حاشا، بل هو ظني يعني يعمل به ويصدق. نعم. طيب، قال وإنما صارت المسألة قطعية بالبحث عن الطرق العقلية التي ذكرناها، يعني هذا الدليل لوحده لا يعطي القطع، مع الأدلة العقلية أنه لا يمكن الإنسان أن يخلق شيئا، الله خالق كل شيء بالأدلة العقلية أيضا، مع هذا الدليل يرتفع إلى القطع. قال ونعلم أنهم كانوا ينكرون ذلك قبل البحث عن الطرق العقلية، فلا ينبغي أن يعتقد أنهم لم يلتفتوا إلى المدارك الظنية إلا في الفقهيات،
يعني هل أحد يقول الصحابة تركوا كل الأدلة الظنية في العقائد؟ نقول لهم هذه الله خالق كل شيء آية عقائد، وهي ظنية في ماذا؟ في دلالتها، ليس في ثبوتها، ظنية في دلالتها. والصحابة تمسكوا بها أو لم يتمسكوا؟ تمسكوا. إذن الصحابة كانوا يتمسكون بالأدلة حتى لو كان فيها ظن، يتمسكون بها في العقائد. سيد هو ما يعني أنا لا أفهم الخطوة أن طيب نحن نثبت مثلا ممكن نثبت أن الله عز وجل خالق كل شيء بطريقة عقلية، لكن الصحابة قبل أن يبحثوا في هذا الطريق العقلي تمسكوا بالآية. نعم. وكانوا ينكرون لو واحد ادعى خلق شيء أو المشركين ادعوا أن الأصنام تخلق، كانوا يتمسكون بالآية يقولون لا الله خالق كل شيء مع كون دلالتها فيها ظن. إذن كانوا يتمسكون بالدليل حتى لو كان ظنيا، ما دام هذا الظن أعلى من ضده فيعمل به ويصدق. نعم، لم يبحثوا أو قبل البحث على الأقل. نعم. طبعا جزما ليس كلهم بحث. نعم. فهل أحد يقول إنهم لم يلتفتوا إلى المدارك الظنية إلا في الفقهيات؟ لا يقال هذا، بل اعتبروها أيضا في التصديقات الاعتقادية والقولية، كانوا يعتبرون الأدلة الظنية حتى في الأمور التصديقية. لكن كما قال الغزالي قبل قليل، نفرق بين التصديق الظني والتصديق القطعي. إذا كانت المسألة ظنية نصدق الدليل ظني نصدقه ظنا، وإذا كان الدليل قطعي نصدقه قطعا. طبعا وكله بعد ماذا؟ بعد الجواز العقلي. أمر ممكن عقلا جاء به الخبر، جاء الخبر قطعي أصدق قطعا، جاء الخبر ظني أصدق. طيب قال وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به. إذا الآن مستحيل عقلا وجاء في الخبر نؤوله ولا نثبته، ولا يتصور أن يشتمل السمع على قاطع مخالف للمعقول. يعني لو واحد قال لي طيب جاء دليل سمعي دليل نقلي قطعي لا يقبل التأويل وبشيء مستحيل عقلا، نقول هذا غير موجود. لا يمكن يأتي في الشريعة دليل قطعي لا يقبل التأويل في مسألة مستحيل عقلا. طبعا نتكلم عن المستحيل عقلا وليس المستحيل عادة. أمر مستحيل عقلا يعني العقل لا يتصور وجوده في حال من الأحوال، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في القبر ولا في كذا، لا في حق الله ولا في حقنا، مستحيل عقلا هذا الشيء يكون. هل تأتي به الشريعة بدليل لا يقبل التأويل؟ مستحيل، ليس له مثال. أما بدليل يقبل التأويل موجود، ويقبل التأويل نؤوله، مثل نسوا الله فنسيهم، النسيان في حق الله مستحيل عقله، ورد به النص لكن يقبل التأويل، نقول تركهم في العذاب. طيب يقول وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة. يعني هناك آيات أو أحاديث في ظاهرها تدل أن الله يشبه البشر، مثل رأيت ربي في صورة شاب أمرد، هذا لا يصح أصلا كما قال أكثرها غير صحيح. رأيت ربي في صورة، الصورة في حق الله مستحيل عقلا، صورة شاب أيضا مستحيل عقلا، لكن الحديث أصلا لا يصح. نعم. قال والصحيح منها ليس بقاطع، مثل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا حديث صحيح لكن يوهم التشبيه، مستحيل عقلا نزول الله الانتقال من مكان إلى مكان، نقول لكن الحديث صحيح. ماذا نفعل؟ قال هو ليس بقاطع، ليس قطعي، بل هو قابل للتأويل، نقول رحمته تنزل ليس ذاته. نعم. يعني فيه ضعف شديد، مضطرب، فيه اضطراب. حتى لو ضعف يسير هو في العقائد لا يقبل الضعيف أصلا، يعني الضعيف يقبل في فضائل الأعمال. طيب
قال فإن توقف العقل في شيء فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز وجب التصديق أيضا لأدلة السمع فيكفي في وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالإحالة وليس يشترط اشتماله على القضاء بالتجويز وبين الرتبتين فرق ربما يزل ذهن البليد عنه حتى لا يدرك الفرق بين قول القائل أعلم أن الأمر جائز وبين قوله لا أدري أنه محال أم جائز وبينهما ما بين السماء والأرض إذ الأول جائز على الله والثاني غير جائز فإن الأول معرفة بالجواز والثاني عدم معرفة بالإحالة ووجوب التصديق جار في القسمين جميعا فهذه هي المقدمة يعني قلنا سأشرح هذه آخر فكرة لكن أمهد لها قلنا إذا كان الأمر واجب عقلا أثبته مباشرة سواء ورد بالنص أو لم يرد إذا كان مستحيل عقلا لا نثبته إذا ورد في النص نؤوله نؤول النص إذا كان جائز عقلا فنحتاج شرط آخر لا نثبت فقط الجائز جائز يمكن نعم ويمكن لا متى أثبته إذا ورد بالنص إذا قطعي قطعا إذا ظني ظنا طيب الآن جاءني دليل شرعي نقلي خبر من الله تعالى قلنا هل نثبته على ظاهره أو نؤوله قلنا ننظر إلى الجواز والاستحالة إذا مستحيل نؤول إذا جائز عقلا نثبت على ظاهره طيب الغزالي يقول لي هل شرط الإثبات هو أن يكون جائزا أن أعرف أنه جائز أن أعلم أنه جائز أو فقط أن أعلم أنه ليس مستحيلا نعم يعني بطريقة أخرى لو أنا قلت هذا الأمر أنا لا أعرف أنه مستحيل لا أدري هو مستحيل أو لا نعم أو أنا أعرف أنه جائز قال فرق بين العبارتين نعم فيقول الغزالي يكفي أن يخرج عن الاستحالة سواء جزمت بالجواز أو لم تجزم يعني أنا أعرف هو ليس مستحيل أنا أعرف الآن أنا أخرجته عن الاستحالة أنا أعرف أنه ليس مستحيلا لكن هل هو جائز أو غير جائز نعم لا أدري لا ممكن واجب لماذا يكون جائز يعني أنا أعرف هذا الشيء ليس مستحيل لكن هل هو جائز أو واجب لا أدري تمام تمام مهم أنني لا أجزم بجوازه نعم. فيكفي إخراجه عن المستحيل تقول أنا أعرف أنه ليس مستحيل لأثبت أنه إذا ورد به الخبر أثبته نعم. لذلك ماذا قال فيكفي في وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالإحالة يعني العقل ينفك عن أن يقضي يحكم بأنه مستحيل العقل خرج عن هذا فيقول يكفي لإثباته ما دام ورد بالسمع ثم فرق بين عبارتين أعلم أن الأمر جائز ولا أدري هو محال أو جائز يقول فرق بينهما الآن أنا أعلم أنه جائز أنا لا أدري هو جائز أو مستحيل هل هما عبارتان متساويتان؟ ليستا متساويتين بدليل أن العبارة الأولى تجوز في حق الله يعني أن يقول الله أنا أعلم أن هذا الأمر جائز العبارة الثانية لا تجوز في حق الله يقول لا أدري هو جائز أو مستحيل لا تجوز في حق الله إذن فرق بين العبارتين طيب يعني
احيانا يستدلون حتى في العقائد بشيء من الضعيف انضماما لغيره ليس لوحده. نعم، يعني ورد في المسألة 10 أحاديث صحيحة وحديثان ضعيفان فيأتون بهما أيضا في أصل صحيح. نعم، أما لا يستندون على الضعيف لوحده. نعم، وأحيانا يذكرونه للجواب عنه، يعني يكون من أدلة المخالفين فيذكرونه للجواب عنه على افتراض صحته. نعم. طيب، لا أدري نكمل أو نقف هنا. يعني في الدرس القادم سنقرأ مسألة التكفير مهمة، هنا مسألة الحشر وعذاب القبر وهكذا. يعني ممكن ندخل قليلا. طيب، يقول طبعا قلنا إن إذا كان ممكن عقلا وورد به الخبر نثبته. يقول: أما الفصل الأول ففي بيان قضاء العقل بما جاء به الشرع من الحشر والنشر وعذاب القبر والصراط والميزان. أما الحشر فنعني به إعادة الخلق، وقد دلت عليه القواطع الشرعية أدلة قطعية في الشريعة، وهو ممكن، الحشر ممكن. ما الدليل أنه ممكن؟ بدليل الابتداء. إذا كان خلق إعادة الخلق مرة أخرى مستحيل، فخلقه من البداية مستحيل، إذن ممكن. فإن الإعادة خلق ثان، فلا فرق بينه وبين الابتداء، وإنما يسمى إعادة بالإضافة إلى الابتداء السابق. يعني أنه هو إعادة، هذا أمر اعتباري أصلا، لأنه خلق أول مرة فسمي الثاني إعادة، لكن هذا خلق وهذا خلق. قال: والقادر على الإنشاء والابتداء قادر على الإعادة، وهو المعني بقوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن هو ممكن، جاءت به الأدلة الأخبار فنثبته. الأدلة الأخبار في الحشر جاءت قطعية أو ظنية؟ قطعية، فنثبته قطعا. فإن قيل: فماذا تقولون، أتعدم الجواهر والأعراض ثم يعادان جميعا، أو تعدم الأعراض دون الجواهر وإنما تعاد الأعراض؟ يعني أنا الإنسان لي جوهر، جسم، جواهر، ولي أعراض، حركة مثلا في هذا الجسم، فعندما أنا أنعدم وأموت وبعد 1000 سنة أذهب في التراب، هل الذي يعني يذهب هو الجواهر والأعراض جميعا ثم الله يعيد خلقي الجواهر والأعراض جميعا، أو الجواهر تبقى موجودة في الأرض وإنما الله يعيد الأعراض فقط، يعني جمعها، جمع الأعراض هو عرض، جمع الجواهر هو عرض. نعم، حركتها، سكونها، لونها، كذا. فهل الأجسام أو الجواهر تبقى في الأرض وإنما تجمع جمعا فيعاد إليها الأعراض، أو الأعراض والجواهر تعاد، الجواهر أيضا تفنى وتعاد؟ وليس اعتراض، سؤال واحد طبعا، لأن يعني بعض الناس ينكر الحشر، يقول: نحن نذهب في التراب، فما الذي نعود؟ فنريد نفصل، هل نعود بجواهرنا وأعراضنا، أو الجواهر موجودة الأعراض التي تعود فقط تعاد؟ قلنا: كل ذلك ممكن، وليس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد هذه الممكنات. يعني ممكن عقلا
أن الجواهر تفنى والله يعيدني، يعيد خلق الجواهر ويعيد خلق الأعراض عندي، أو جواهر ما زالت باقية الله تعالى فقط يجمعها ويعيد إلي الأعراض. قال: وأحد الوجهين أن تنعدم الأعراض ويبقى جسم الإنسان متصورا بصورة التراب مثلا، فتكون قد زالت منه الحياة عرض واللون والرطوبة والتركيب والهيئة وجملة من الأعراض، لكن جوهر الإنسان ما زال موجود في التراب، لكن حياته ذهبت، لونه ذهب، اجتماعه ذهب، رطوبته ذهبت، لكن أجزاؤه الجوهرية ما زالت موجودة في التراب. قال: ويكون معنى إعادتها أن تعاد إليها تلك الأعراض بعينها أو تعاد إليها أمثالها. يعني الله يعيد إليك نفس الأعراض التي كانت لك في الدنيا أو مثلها على الخلاف، فإن العرض عندنا لا يبقى. نعم، الذي يقول ببقاء الأعراض ممكن الله يعيد نفس العرض، الذي يقول لا العرض لا يبقى الله يعيد عرض مثل العرض الأول لكن ليس عينه. والحياة عرض، والموجود في كل ساعة عرض آخر، والإنسان هو ذلك الإنسان باعتبار جسمه فإنه واحد لا باعتبار عرضه، فإن كل عرض يتجدد هو غير الآخر، فليس من شرط الإعادة فرض إعادة الأعراض. وإنما ذكرنا هذا لمصير بعض الأصحاب إلى استحالة إعادة الأعراض وذلك باطل، ولكن القول في إبطاله يطول ولا حاجة إليه في غرضنا هذا. نعم، غير مهم هذا التفصيل. الوجه الآخر أن تعدم الأجسام أيضا حتى الجواهر تفنى وتزول من الوجود، ثم تعاد الأجسام بأن تخترع مرة ثانية. يعني نفس هذا الجسم بجواهره يزول، والله يعيد خلق هذه الجواهر ويعيد خلق الأعراض لها. فإن قيل: فبما يتميز المعاد عن مثل الأول؟ وما معنى قولكم إن المعاد هو عين الأول ولم يبق للمعدوم عين حتى تعاد؟ يعني إذا افترضنا حتى جواهر الإنسان أجزاء جسمه تزول، ويوم القيامة الله يعيد خلق هذه الجواهر، يعيد خلق الجسم ويعيد خلق العرض له، الأعراض له، فيقول: طيب لماذا إذن هو أنا ما دام هذا الأعراض جديدة والأجسام جديدة، الأجزاء جديدة، الجواهر جديدة؟ يعني لا هي أعراض التي كانت في الدنيا ولا هي أجزاء التي كانت في الدنيا، هو أجزاء جديدة وأعراض جديدة خلقت من جديد. فما معنى لا أنه هو عينك؟ ما يعني قال: ما معنى قولكم إن المعاد الذي أعاد الله خلقه هو عين الأول؟ قلنا: المعدوم منقسم في علم الله تعالى إلى ما سبق له وجود وإلى ما لم يسبق له وجود، كما أن العدم في الأزل انقسم إلى ما سيكون له وجود وإلى ما علم الله أنه لا يوجد. فهذا الانقسام في علم الله تعالى لا سبيل إلى إنكاره. يعني الآن في الأزل هناك معدومات، هذه المعدومات في علم الله بعضها سيوجد، مثل 7 سماوات معدومة في الأزل لكن في علم الله ستوجد. طيب السماء الثامنة معدومة في الأزل وفي علم الله لا توجد، هل أحد يشك في هذا؟ أنه في الأزل المعدومات نوعان، الله يعلم بعضها سيوجد بعضها لا يوجد. طيب هذا في الأزل قبل الوجود، الآن وجدنا ثم عدمنا، يعني بعد الحياة صرنا عدم، أيضا هذا المعدوم في علم الله قسمان، بعضه وجد كان موجودا سبق له الوجود، وبعضه لم يسبق له الوجود. نعم، إذن كما نحن في الأزل نقسم المعدوم إلى قسمين في علم الله، بعضه سيوجد بعضه لن يوجد، مثل السماء 7 السماء 8. طيب بعد الحياة ليس في الأزل، خلقنا وعشنا ثم متنا وصرنا عدم، في علم الله مثلا نحن البشر، مثلا أنا وإخوتي، مثلا نحن 5 إخوة مثلا على سبيل المثال،
إذن في علم الله هؤلاء الخمسة صاروا عدم الآن، صاروا عدم. الخمسة سبق لهم الوجود. طب أخوهم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، الاحتمالات العقلية عدم أيضا، لم يسبق لها الوجود. إذن هناك عشرة مثلا، خمسة إخوة معدومين الآن، والخمسة الآخرين معدومين، لكن هؤلاء الخمسة سبق لهم الوجود في علم الله، هؤلاء الخمسة لم يسبق لهم الوجود. طيب، هذا الذي قاله الغزالي. قال: فهذا الانقسام في علم الله لا سبيل إلى إنكاره، فالعلم شامل والقدرة واسعة. فمعنى الإعادة أن يبدل بالوجود العدم، أن يبدل بالوجود العدم الذي سبق له الوجود. نعم، يعني نحن نعرف كلمة أبدل، يستبدل، أتستبدلون، كذا، يأتي مع حرف الباء، والباء تأتي على الطرف في المتروك. يعني نحن في اللغة العامية الآن نقول مثلا: أنا أريد أستبدل هذا الشيء، أستبدل هذا بهذا. يعني الذي أريد أتركه أستبدل هذا، أقول هذا خطأ. أستبدل بهذا يعني أترك هذا كذا وكذا، كما في الآية قال الله تعالى على لسان سيدنا موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني تتركون الخير وتأخذون الأدنى. فالباء تدخل على المتروك، هكذا نفهم هنا. قال: أن يبدل بالوجود، يعني يترك الوجود، العدم الذي سبق له الوجود. هنا لا، هنا يعني على العكس. نعم، يعني استعملها الإمام الغزالي على الاستعمال ليس الفصيح. الفصيح أن تدخل الباء على المتروك، لكن هنا استعملها لا، ليس على الوجه الفصيح. كيف استعملها؟ فمعنى الإعادة أن يبدل بالوجود، يعني يعطي الوجود ويترك ماذا؟ العدم الذي سبق له الوجود. يعني كما قلت، نحن عشرة، خمسة إخوة سبق لنا الوجود، لكننا الآن عدم، فالله ماذا يعطينا؟ يعطينا الوجود مرة أخرى. نعم، هكذا الأصل. ومعنى المثل أن يخترع الوجود لعدم لم يسبق له وجود، فهذا معنى الإعادة. يعني الغزالي يقول لي: ما معنى أن الله خلقك بعينك أو خلق مثلك؟ يعني ما الفرق بين العين والمثل؟ يقول الغزالي: الفرق بينهما إذا كان في علم الله سبق له الوجود ثم أعطاه الوجود مرة أخرى فهو عينه، أما إذا كان لم يسبق له الوجود والله أعطاه الوجود فهو مثله، لأنه لا يوجد شخص آخر، لم يسبق له الوجود، فنقول خلق مثلي، لكن هنا خلق عيني. طيب، قال: ومهما قدر الجسم باقيا ورد الأمر إلى تجديد أعراض تماثل الأول، حصل تصديق الشرع ووقع الخلاص عن إشكال الإعادة وتمييز المعاد عن المثل. وقد أطنبنا في هذه المسألة في كتاب التهافت، وسلكنا في إبطال مذهبهم تقدير بقاء النفس التي هي غير متحيزة عندهم، وتقدير عود تدبيرها إلى البدن، سواء كان ذلك البدن هو عين جسم الإنسان أو غيره، وذلك إلزام لا يوافق ما نعتقده. فإن ذلك الكتاب مصنف لإبطال مذهبهم لا لإثبات المذهب الحق، ولكنهم لما قدروا أن الإنسان هو ما هو باعتبار نفسه، وأن اشتغاله بتدبير البدن كالعارض له والبدن آلة له، ألزمناهم بعد اعتقادهم بقاء النفس وجوب التصديق بالإعادة، وذلك برجوع النفس إلى تدبير بدن من الأبدان. يعني هي مسألة إعادة المعدوم، يعني هل المعدوم يمكن أن يعاد بعينه أو بمثله؟ يعني إذا هذه الأجزاء الجسم عدمت وانتهت من الوجود، هل يمكن أن يخلقها الله بعينها مرة أخرى؟ أو هو يخلق جزء مثل الجزء الأول؟ فلاسفة قالوا: لا يعاد المعدوم بعينه، وإنما الذي يخلق مرة ثانية هو مثله، مطابق له، لكن ليس عين الأول.
لكن وبعض المتكلمين وافقهم. لكن المسألة نوقشت في المطولات كثيرا في كتب المتأخرين، خصوصا شرح المقاصد شرح المواقف نوقشت طويلا، ووصل بعض المحققين من المتأخرين إلى أنه لا مانع من إعادة المعدوم بعينه. نعم، هي لها أدلة طويلة حقيقة، وأدلة النافين قوية. نعم، المسألة ليست بهذه البساطة، هناك أدلة قوية لامتناع إعادة المعدوم، لكن لها مناقشات قوية أيضا، والمسألة في المطولات. على كل حال، طبعا الغزالي نبه هنا إلى قضية، أنه هو في كتاب التهافت، تهافت الفلاسفة، رد على الفلاسفة بمذهبهم، فكان يقرر أقوال هو لا يعتقدها ربما، لكن هي تلزمهم على قواعد مذهبهم، وهنا صرح بهذا، أنه هذا الكتاب كان مكتوب التهافت لإبطال مذهبهم لا لإثبات المذهب الحق. فربما ذكر فيه بعض الأقوال لا ننسبها رأي للغزالي، فلا بد إذن يعني آراء الغزالي التي في التهافت إذا كانت موافقة لكتبه الأخرى تعتبر له، تعد تنسب له، أما إذا كانت مخالفة لكتبه الأخرى يقال قالها ردا على الفلاسفة على قواعد مذهبهم لإلزامهم وإبطال مذهبهم لا لإثبات أنها رأي لهم، وهذا يجب أن يلاحظ. نعم. طيب، يقول: والنظر الآن في تحقيق هذا الفصل ينجر إلى البحث عن الروح والنفس والحياة وحقائقها، ولا تحتمل المعتقدات التغلغل إلى هذه الغايات في المعقولات، فما ذكرناه كاف في بيان الاقتصاد في الاعتقاد للتصديق بما جاء به الشرع. يعني ما حقيقة الروح؟ ما حقيقة النفس؟ هل النفس هي عين الروح أو غيرها؟ يعني هل الإنسان جسم وروح أو جسم وروح ونفس؟ قل هذه قضايا فلسفية أصلا كلامية، ليست عقائدية، ليست مطلوبة من الناس في العقائد. فيقول هذا الكتاب الاقتصاد في الاعتقاد للعقائد وليس للفلسفيات. قال فيعني نكتفي به ولا ندخل أكثر من ذلك. نحن أيضا نقف هنا، لا نتابع الآن أكثر من هذا. في الدرس القادم إن شاء الله نكمل عن عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والصراط والميزان، يعني بقية السمعيات. طبعا سيأتي هذا. طيب، في الدرس القادم نكمل السمعيات، أظن إكمال السمعيات يحتاج درس، يبقى التكفير أظن ربما لا ننتهي منه يوم السبت يعني. ممكن. ممكن أو نتأخر السبت، ننظر كيف. حياكم الله.